كل من فاتته حلقة من حلقاتنا يقدر يعود يشوف الإعادة عبر الإنستغرام، عبر اليوتيوب، وحتى عبر التيك توك من خلال متابعة قنوات الشروق تي في. وبالحديث عن التفاعل يعني التجاوب تاع المشاهدين، ديالنا اخترنا ان نطلع عليكم اليوم بموضوع تفاعلي، هو هل تبادر لطلب السماح؟ هل الجزائري عنده هذه العقلية؟ هل سلوك نبيل طبعا التسامح والغفران والسماح من قبل الآخر من ظلمته. أجمل سلام للجميع، احنا ما نظلموا ولا واحد طبعاً. تلقوا كل رغباتكم تنال رضاكم إن شاء الله يا رب من خلال كل ما نختار من محطات متنوعة. أولى خدماتنا ستكون الرياضة، كوتش مني بوشاوي، الرياضة للجميع. تفضل كوتش مني بوشاوي على هذه الحركة الرياضية، العقل السليم في الجسم السليم. كرم الله عز وجل العقل وجعل ورفع من العقلاء، بل وجعل العقل شرط من شروط التكليف. تأرجح بين الانقياد والانفلات طبعا، هو الموضوع اللي احنا نعيشوه مع بعض ونستعرضوه من خلال محطة وتطمئن القلوب. فقرتنا اللي نستقبل فيها اليوم الإمام الشيخ حمزة الزار. صباح الخير شيخنا. اهلا اخي صلاح، اهلا اخي لطفي، صباحكم الله بالخير والبركه. اهلا بك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما قال لطفي، التفضيل والتكريم هنا هو بالعقل. نعم صحيح؟ صدقت. نعم صدقت. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وبعد. ايها الاحبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وفيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها بعد نعمة الإسلام نعمة العقل الذي ندرك به النافع من الضار والخير من الشر في أمور الدين والدنيا. لهذا قال بعض السلف: ما أوتي أحد يعني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى خيرا من العقل. صور. فهذا العقل يعني هو تكريم رباني كما ذكرت أخي صلاح في الآية من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة النبوية يجد بأن المولى سبحانه وتعالى دائما يوجه فهم الخطاب للعقلاء: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى في أصحاب النار: ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. وأفضلهم هم أولو الألباب. نعم بارك الله فيك. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر كذلك في كتابه يعني العقل يعني بمرادفات أخرى، سماه باللب. نعم سماه باللب. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى سماه بالحجر: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. نعم. وسماه بالنهى سبحانه وتعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. القوانين الشرعية، القوانين نعم الوضعية من نعم قبل الإنسان، ربطت أهلية الشخص نعم قانونا بقدرته العقلية أيضا طبعا. هناك عديم الأهلية، ناقص عديم العقل أو التفكير، ناقص الأهلية ناقص العقل والتفكير، وكامل العقلية كامل الأهلية الذي تؤخذ بأسبابه وينال أيضا الجزاء وفقا للعقل وترجيح العقل. صدقت. نعم. أولا وهذا مأخوذ من الشريعة الإسلامية صح. طبعا نعم، لأن العاقل يقابله الأحمق والسفيه، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. لهذا مناط التكليف كما جاء في السنة النبوية يعني مربوط بالعقل، بكمال العقل. بكمال العقل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. نعم تصور. وكذلك حتى قيل في درجات العقل قالوا بأن في أوله يسمى أديبا هذا، ثم يسمى أريبا،
ثم يسمى لبيبا ثم يسمى عاقلا. لهذا ابن كثير رحمة الله عليه حين فسر قول المولى عز وجل في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال تناهى عقله، نعم، وكمل فهمه وحلمه. وقال رحمة الله عليه: لهذا قيل بأن الإنسان إذا بلغ 40 لن يتغير عقله. نعم، واكتمل بهذا النمو بهذا الحال. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن العقل هو أكبر المعاني وأعظم الحواس نفعا، قال: وبه يدخل في التكليف، نعم، وهو شرط في صحة التصرفات وأداء العبادات. نعم، بارك الله فيك، ومناط التكليف. لهذا يقول إمامنا القرطبي كذلك: والذي يعني عليه والذي يعني عول عليه، أو كما قال رحمة الله عليه، بأن العقل هو أعظم المعاني. نعم، وبه يعرف الرب ويفهم كلامه إلى غير ما قال، وتصدق كذلك الرسل بالعقل. نعم، لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحج بأن العقل محله القلب. وهذا ما عليه جملة كبيرة من علماء الإسلام، بخلاف الفلاسفة يقولون بأن العقل في الدماغ. والله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلو كان محل العقل في الدماغ لقال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أدمغة يعقلون بها. صحيح. نعم، فمحل القلب، والأدلة في ذلك كثيرة. الله عز وجل قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الفقه والفهم، نعم، يكون بالقلب. والإنسان يتأرجح، نعم، بين الانفلات والانقياد. كيف طبعاً نتحكم، نعم، في عقولنا وقلوبنا، نعم، حسب ما، نعم، ذكرت؟ والله هذا العقل كما ذكرت أخي لطفي، أولا هو نور يهدي الله سبحانه وتعالى به عباده إلى محاسن الأقوال والأفعال. فهذا هو الإنسان، يعني إما أن يكون عاقلا راشدا، وإما أن يكون يعني أحمقا سفيها، نعم، أو يكون طائش، نعم، يعني. وهذا يعني الطيش هذا الذي قد ضد العقل، يعني كم هدم من بيوت وأسر وكذا. لهذا من مقاصد الشريعة، الضروريات الخمس الشريعة جاءت لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. نعم، العقل كذلك يحفظ. لهذا الإنسان أخي لطفي، يعني تصور، يعني الأمور الآن هناك أمور يعني عقلية حسية ومعنوية. الإنسان الشريعة جاءت يعني واعتنت عناية يعني بليغة وشديدة بالعقل، يعني حرمت كل ما يضر هذا العقل. مثلا من الأمور العقلية الحسية، نعم، وهي مفسدات، نعم، كالخمور والمخدرات والمهلوسات وما قام مقامها. يعني هذه سبحان الله، يعني كم سفكت من دماء، نعم، وكذلك يعني كم يعني أوقعت أناس في أعراض الناس، نعم، وكم هدمت من عقول ناضجة، وكم كذلك يعني من أناس يعني لهم يعني أصحاب حنكة وكذا، يعني أسقطتهم هذه الأمور. كذلك ما يتعلق بالأمور الحسية أو المفسدات الحسية المعنوية، يعني كالانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم، كالعلمنة وكالإلحاد وكالشك، نعم، وتكفير المسلمين وهذه الأمور. نعم، هذه كذلك يعني من أسباب يعني زوال العقل. نعم، والخمر ما سمي خمرا إلا لأنه يخمر العقل فيغطيه، فالإنسان لا يدرك ما يفعل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. نعم، الإغلاق وشدة الغضب، الإنسان يكون في قمة الغضب فلا تحسب طلقته. نعم، لأنه لا يدرك ما يقول. نعم، لهذا يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل يعني جعل في كونه يعني آيات مسطورة التي نقرأها، وكذلك في مخلوقاته هذه المنشورة كي نتدبر. أنت الآن ترى أخي لطفي مثلا، ترى يعني الإنسان الذكي الألمعي وهذا المخترع العبقري الذي أوصله وقاده ذكاؤه يعني إلى اختراع، نعم، إلى أعظم الابتكارات وأدق الاكتشافات والحقائق والنظرات، يعني التي لم يصل إليها أحد غيره، ومع ذلك لم يقده عقله هذا إلى أن يعرف خالقه ولماذا جاء. طيب، ما علامات جاء؟ نعم، ما علامات نضوج العقل شرعا ودينا؟ نعم، لأنه هناك ربما عمر العقل لا يقاس بأعمار، نعم، بالأعمار، صح؟ نعم،
صح العمر نعم بالسنوات نعم. التي تمر طبعا لكن نعم لكن العقل طبعا هو ينضج مع الفترات ومع الأزمنة ينضج العقل ويكتمل كما قال ابن كثير في ويفسر قول المولى سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لكن نجد من وصل سن 40 نعم. لكن في عقله لا يزال صغير. طبعا طبعا نعم لأن الآن أخي لطفي الآن الإنسان يحتاج إلى أن ينمي هذا العقل. بماذا تنميه؟ بالطاعات والعبادات والالتزام بشرع المولى سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعني الإنسان كلما مال إلى المعاصي والآثام كلما غرق. تصور ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الملك؟ قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لأن العاقل ضد الراشد. العاقل يعني الإنسان قلت لك ضد الراشد. العاقل هو الراشد ضده الأحمق الذي لا يحسن التصرف. فالإنسان يعني مثلا أنت يعني في حياته الإنسان إذا استطاع يعني أن يثبت على دينه بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعات فإن الله عز وجل وصفهم في كتابه أولئك هم الراشدون. تصور هذا هو الرشد. نعم هذا هو الرشد. لهذا يعني مما يعني النبي صلى الله عليه وسلم تصور يعني لأنه أنت تفضلت بسؤال يعني دقيق وهذا تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في آخر الزمان تنزع عقول الناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن في آخر الزمان لهرجة. فقال يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين ممن كان في المجلس من الصحابة قال يا رسول الله لكننا نقتل يعني في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل الرجل أخاه وابن عمه وذا قرابته. تصور. فقال رجل من المسلمين كذلك ومعنا عقولنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف لهم هباء ويخلف هباء من أناس لا عقول لهم. لذلك العصر استغربوه. نعم. نعم. تصور استغربوا من أمارات لكننا نعيشه اليوم. بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية إن بين يدي الساعة لهرجة. تصور من علامات وأمارات الساعة أن تنزع عقول الناس يعني. وتصور وهذا كذلك فيه تفضيل لنعمة العقل. تتصور يعني الإنسان يعني من أشق الأمور عليه أن ينزع عقله وتنزع الإنسانية نعم. أيضا كذلك نعم بذهاب العقل طبعا تنزع الإنسانية يعني والله زوال العقل يعني هذا الجنون يعني الإنسان لهذا إذا أراد أن يعرف يعني نعمة العقل عليه فلينظر إلى المجانين وينظر إلى أصحاب الأمراض العقلية يعني تصور هذه نعمة عظيمة جدا لهذا وينظر إلى المستعمل المستبد اللي نعم. تغيب منه الإنسانية والعقل يقتل الصغار والنساء نعم 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 هذا كذلك هذا لا عقل له لهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يعني شو رغم أن الشرع الحكيم يعني اهتم بالعقل اهتماما بليغا شديدا لكنه حد له حدوده حد له حدود وهو كل ما لا يستوعبه الإنسان ولا يفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي أخرجه مسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين ذكر في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فصرف الله سبحانه وتعالى يعني الجواب عن ماهيتها وحقيقتها وكنهها حتى لا يأتيها القلب والعقل نعم هناك بعض الفلسفات نعم تذهب من العقول صحيح. من الإلحاد نعم. تذهب العقول صحيح. لأنه الإنسان لا يدرك وهذه أعظم كرامة للعقل البشري يعني الله عز وجل صرف يعني الجواب عن حقيقتها يعني لم يتكلم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك أمور تبقى في الغيب نعم. في محل الغيب نعم. وتبقى من أمور الله عز وجل طبعا طبعا, صح؟ طبعا طبعا أمور غيبية يعني الله عز وجل يعني ليس لزاما علينا أن نفهمها وكذا. بل ربما لو خاض الإنسان يعني في
في أحكامها أو في حكمها لا، لكن يلزم على كل إنسان أن يتفقه في أدنى الحدود. طبعاً صح؟ طبعاً لهذا ويجتهد. طبعاً أخي، طبعاً الإنسان يحاول، لأن دائماً هناك مناظرة وهي معروفة يعني من القدم بين العقل والعلم. صح. لهذا هذه مناظرة شعرية يقول فيها الشاعر وغير معروف صراحة، يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. ويقال في هذا يعني الإنسان يجمع بين العلم والعقل، إذا كان له ذكاء وكان له تحصيل علم بإذن الله سبحانه وتعالى قد نال الحسنين. وفوق كل ذي علم عليم، والعليم هو الذي أعطى الإنسان عقله طبعاً وكرمه طبعاً بذلك. طبعاً طبعاً نعم. شكرا لك حمزة جزار، أستاذنا نورتنا بحضورك واستفدنا كثيرا من خلال هذه الإضاءة حول ترجيح الانقياد والانفلات للعقل. إذا احنا مازلنا مكملين مع مشاهدينا صلاح. طبعا، والحديث راح يكون فيها العديد من المواضيع الطبية، منها حاضر راح تكون كذلك المواضيع التفاعلية والاجتماعية، ولكن كل هذا راح يجيكم بعد الفاصل. تفضل. النجا وفاز وصار سائل. نذكر المشاهدين برقم تليفون التفاعل، يمكن للكل التفاعل والتواصل معنا من خلاله. عندنا العديد والكثير من المواضيع راح نعيشوهم مع بعض، تستفادوا منهم اكيد، وبدورنا نستفيد من حضوركم المميز. اكدوا لنا على حضوركم وتواجدكم معنا ولا تواجدنا في بيوتكم من خلال التفاعل والتواصل عبر تليفون، عبر الواتساب، وعبر باقي مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا، والحاضر دائما معنا في صباح الشروق في كل الأعداد حتى يحضرنا ماء لدة وطاب من الأطباق الجزائرية، وكل مرة يعطينا أستيس وطريقة. أكد لي على كل الأعداد. كنت عارف حيقولها. وهو الشيف نديم. أكد لي على كل أيام الأسبوع. وهو الشيف نديم، لا حل تحقيقه مباشرة على في هذا الوقت، لأنه هذا هو الوقت لكل ربة بيت جزائرية تحاول تخمم واش تحضر في أطباقها والفطور تاع نهار اليوم. صباح الخير نديم. صباح الخير صلاة. صباح الخير لطفي. صباح الخير كل مشاهدنا الكرام. لاباس؟ صافا والله بخير. صافا كل يوم كما قال لطفي. اليوم اليوم ربي قدرنا بإذن الله. هذا اليوم حاضر معنا السلق ولا السبانخ؟ نعم، السلق لي زيبيناخ. حبك واش يقولوا؟ يقولوا باللي السلق ماشي هو السبانخ. يقولوا هذه مرت عليا، تكلمت عليها مختصة في التغذية، كانت حضرت معنا في الأعداد اللي فاتوا. تقول باللي السلق هو هذاك اللي عنده تحت الورق تاعه بيض، نلقاه يتباع في المارشيات. نعم، يجي عريضة الأخرى يجي طويل، شغل بصل، شغل حاجة طويلة هكذا فيها بيض، شغل الفرع تاعها بيض فيها الورق من الفوق. والسلق لا لا، ولا السبانخ هذا هو اللي نلقاه هكذايا، يجي وريقات وريقات. أها. هذا هو. نعم. هذا هو الفرق بيناتهم. هو فيه كاين زوج انواع تاع السلق، كاين اللي فيه الورقه تاعو عريضه من تحتها يجي عريض. صح. يجي بيضه. يجي بيضه، مال هذا. نعم. هو. كاين هذايا العادي اللي نتواجد في الاسواق، خاطر له خساره ونصيبه. نصيبه كل يوم. وهذايا نصيبه دائما نتواجد في الاسواق. طبعا. نعم، الثمن تاعو غني بالكالسيوم والمعادن. غني بالكالسيوم والمعادن الحديد، غني بزاف بزاف بالفوائد، سيرتو كما حنا نقولوا اصحاب الانيميا والاخر يتناولوا بزاف السلق. نعم، يطلع بزاف ويقوي المناعه. كذلك كيفاش نحبوا نغسلوا السلق تاعنا باش نجمدوه ولا باش نحافظوا عليه لمده اطول؟ سمحوا لي نقطعك. نعم، رحت درت شويه بحث بين باك اول مره. صح، انا اول مره. اول مره تعرفها؟ نعرف باللي كاين فرق بين السلق والسبانخ. هو اللي عنده رجليه بيوضه شغل. في فرق. السبانخ والسلق كلاهما ينتمي الى عائله نباتيه مختلفه تماما. صح. كذلك موطنهما الاصلي مختلف. السلق ينتمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بينما السبانخ تنتمي إلى بلاد فارس. تحتوي السبانخ على كمية من الألياف أكبر من تلك الموجودة في السلق. يحتوي السلق على نصف كمية الدهون الموجودة في السبانخ، وإن كان كل منهما يحتوي على دهون قليلة. يحتوي السلق على 3 أضعاف كمية الصوديوم الموجودة في السبانخ. تحتوي السبانخ تحتوي السبانخ تبحر في البحث وبلوكالي الهاتف. ولكن تفضل. خلاص انا رجعنا لك. اوكي قل لي. تحتوي السبانخ على كميات اكثر من الحديد. هذا السبانخ. اوكي. الحديد الموجود في السلق.
ايضا اوراق السلق تبدو اكبر من اوراق السبانخ. عروق اوراق السلق اكبر واعرض من عروق اوراق السبانخ. هو الفرق الظاهر هو في هذيك الايجوب بيوضه. نعم. انا شافع على هذا الشيء لانه شفتهم يتباعوا هكذا. قلت له هذا لا قال لي لا هذا يختلف على هذيك الصحه لطفي. كنت اجهل المعلومه. وي انا نذكر بلي السلق هي السبانخ. ذكر انه مختص التغذيه اللي قالتها لنا مره في البرنامج وكلنا دونك هنا السلق هو انا كنت حاسب كاين نوعين الابيض الكبير هذاك اللي تحكيو عليه الورق طوال واللي يجي الاغصان تاعو حمراء هذاك بري. هذاك ما نعرفوش. هذاك كان على بالي باللي بري. هذاك ينبت في البراري. هذاك ما تلاقيتش به. ايه ولكن الاخر شفتو بنين خير من هذا. بنين على هذا. بنين على هذا. اوكي. نعم. والجميل في السلق انه نقدروا نديروا مع مختلف الاطباق ومختلف مختلف الاطباق من الثمن تاعو متناول الجميع نقولوا. صح. احنا لهنا باش يجي لنا مده اطول. نعم. باش يشد لنا مده اطول في الثلاجه نحكموا دائما السلق اللي هو بابي الومنيوم. بابي الومنيوم هو اللي يشد لنا هاد الحشاوش الخضراء هذه باش كيما نقولوا شلاضه السلق المحشيش معدنوس لهنا بلا ما نغسلوهم. لا خاطر كان يفوتوا قصناهم بالماء ومن بعد يفسدوا لنا. حنا نلوهم مليح ببابي الومنيوم وندخلو في الثلاجه يشد لنا حتى سمعنا ما يذبل ما يصير له والو تجبدو تصيبو خضر عادي. لهنا باش نجمدو واش نديرو؟ دائما نديرو لهنايا نغسلو السلق تاعنا بكميه تاع الخل. ماشي بالماء بالخل. لا نديرو الماء. نديرو الماء؟ نديرو الماء نديرو الخل كميه تاع الخل داخل ملعقه سكر وملعقه صغيره تاع الملح. هذوك اللي حافظوا على هذاك اللون الاخضر هذاك وهذاك الخل هذاك ينحي كاع نعرفوا فيه بزاف هذوك حبيبات الجراثيم الصغيره هذيك لازم يتغسل مليح خاطر فيه التراب بزاف نغسلوه مليح ومن بعد لازم نشفوه مليح هذاك السلق ديالنا نديروا داخل ساشي كونجيلاسيون ونجمدوه بيان سور لازم كي نجيو نطيبوه نجبدوه ديرك داخل العرج نقدر نغسلوه مليح نطيبوه ديرك ما نخلوه خاطر نخلوه هكذاك عادي يطلق الماء تاعو كامل من بعد يولي ممتاز. نعم يعطيك الصحه على الفكره هذه. شفنا دي مشايق قبل ما نبداو اليوم على غير العاده نستقبلوا مكالمه. معليش صباح الخير مرحبا. السلام عليكم. سلام رحمه الله اهلا بك. يسلمك يا راك خويا غايه. والله الحمد لله غايه الغايه وانتم لاباس. والله لاباس راكم كاع غايه. والله الحمد لله. شكون معنا من وين؟ عرفينا بك. زاويه من وهرم. اهلا بك وبناس الباهيه. يسلمك الله يحفظك. احكي لي على السلق عندكم، هل تديروا السلق ولا السبانخ؟ هذا هو سؤال اليوم. احنا نديروا السلق. وكيف تطيبوه؟ احنا نفوروه. ايه. ونديروه ديفا مع البطاطا مع كل واحد وكيش يديره. شفتي ديك البنا حبات بطاطا نغلو غير زوج مع معاه ومن بعد نمرسو هكا في الدهان والحرور والثوم. صحة هكا احنا نديروه. يعطيك الصحة. وشفنا اللي اليوم دارنا بزاف حاجات اللي نقدروا نديروها بالسلق. واه ربي يخليك ان شاء الله. اي حاجة حبيتي توصيها للبرنامج صباح الشروق ولا اي اقتراح تفضلي. ربي يحفظكم ربي يخليكم. شكرا لك. يسلمك. شكرا يوم طيب مع السلامة ربي يخليك. بارك الله فيكم. شكرا. صحة وسلامة. شفنا ديم واش حيكون معنا اليوم؟ نعم اليوم حنديروا لهنا الشيط تاع السرق ولا السرق بطاطا اللي هي كاع البيوت الجزائرية تصيبها عندهم. دونك طريقة التحضير كل واحد حنا كي نوروا نقولوا هذه الأطباق هذو ماشي نوروا اللي يعرفوا نوروا للمبتدئين هما اللي ما يعرفوا. على بالي حنا هذه علاش شفت فيا كي قلت مبتدئين علاش شفت فيا؟ باش تعلمها. هاي راه. نعم لو عندنا قلنا الشطحه تاع السلق حنديروها هكا مقبله هنايا خاطر ما فيها نلح الدجاج حنديروا لهنا ارولي تاع السلق. حنا السلق لهنا رانا غسلناه بلا خاطر حنا حنطيبوه ديرك. هي من الاحسن كاين بزاف اللي يغليو السلق. اوكي. هي من الاحسن. نعم هي من الاحسن ما نغليوه خاطر كان نغليوه سيدا من بطريقه ما نغليه تفوروا. تفوروا نعم. على حاجه بيان سور حاجه كي تفور كما قلت تفقدش القيمه الغذائيه تاعها كي نغليوها هذاك الفوائد تاعها يروحوا كاع في هذاك الماء. كيما لهنا رانا فورناه لهنا شويه باك السرقه ما لازمش انا من الاحسن قلت نفوروا خير ولا ندير الماء فيه الماء سخون يكون يغلي نديروا ملعقه تاع الخل ونحط لداخل السلق تاعي هذاك لمده 10 دقائق بك باش يطلق روحه بك خاطر نعرفوا السلق ما فيهش الروح كندير له دوكا الماء سخون بك يطلق روحه. نعم ومن بعد نصفيوه ولهنا نقدموا به الطبق ديالنا. هنا الطبق الثاني حنديروا ارولي تاع السلق لداخل المحشي باللحم المفروم
لهنايا حنديروا تشيز كيك بالبرتقال. قلنا هاد السمانه درنا هكا برتقال، اسبوع البرتقال، اسبوع البرتقال يعطيك الصحه. نعم، اسبوع العالمي للبرتقال. نعم، نبداو على بركه الله لهنايا. واش حنديروا؟ انا لهنايا سلقت انا دائما بالزكيوه بالبطاطا باش يكفي افراد العائله، خاطر كندير سلق وحده ما يكفيش. نعم، ربطه وحده ما تكفيش. نحكموا البطاطا تاعنا نقطع مكعبات تكون صغيره، ناخذوا قدره. واش نديروا؟ عندنا لهنا الدرسه تاعنا، الدرسه تاعنا دائما نقولوا فيها عندنا فلفل دريس وكميه تاع الثوم. هذا ما كان فلفل دريس كميه تاع الثوم. انا واش نديروا؟ نقلوا هذيك البطاطا بكميه تاع الزيت ونزيدوا نتبلوها بهذيك الدرسه تاعنا اللي كنا درنا فيها، قلنا الثوم والبصل. وندير لها التوابل تاعها. واش عندنا؟ احنا نديروا لها كميه تاع الملح مع الاول باك يكونوا حنديروا، ومن بعد باش نديروا العكري حتى نمرقوا باش نديروا العكري، خاطر كان نديروه من الاول يمررنا هذاك البطاطا هذاك الطاجين تاعنا تجينا مر، خاطر كان يتحرق العكري يمد لنا هذيك المروره. اوكي. نعم، نمرقوا ونخلوا لهنا البطاطا تاعنا. حسب اللي لوطي ما يحبش السلق. لا لا، يحب السلق. سلق؟ ايه ياكل. يا شوف نحب السلق. ايه. سلق هايل. هاي اوكي. أنا نحبس على غنية. أنا مالي اللي تمشي مع السلق. ما لقيتهاش، ما لقيتهاش. السلق عندك أسهل أكلة تقدر تحضرها. إيه؟ هي السلق. ما تحسليش هكذا. فيها فوائد صح، وقال لك المخرج إيه؟ سبانخ تاع بوباي. تاع بوباي مع زيتون. هذوك سبانخ ماشي سلق. سبانخ إيزي بيناغ. إيزي بيناغ. ماشي السلق. ماشي السلق. إيزي السبانخ وما إيزي بيناغ. ضيعتنا على بالك بهذه المعلومة. بهذه المعلومة تلفتها لكم. هاي خلاص أخبير السلق. أنا خليتنا على نيتنا. لا لا هذه لازم نعرفوها. لا 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 خليكم على نيتكم. خلينا في التفاصيل. خلينا نفوتوا في تفاصيل مشاهدينا. طبعا يلا. من خلال اتصالاتهم قولوا ألو صباح الخير. صباح النور. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك خويا، واش راك لاباس؟ أنا سلامتك، نتعرفوا عليك؟ أم لقمان من بويرة. يا أهلا وسهلا بك وبلقمان وكل ناسنا وأحبابنا وأهالينا من بويرة. واش راهي بويرة؟ والله الحمد لله لاباس. عندي سنوات ما زرتش بويرة من اللي راح شاف حسين علينا، تحياتنا ليه. أهلا بك، مرحبا بك فيها. رحب بك الجنة إن شاء الله يا رب. حبيتي مطبخنا نهار اليوم مع شيف نديم؟ إيه سلق. راكي تبعتي الوصفات؟ والله راه عندي من الجدار. والسلق كيفاش طيبوا عندكم في بويرة؟ البارح برك طيبتو درتو دي كروكيت. كيفاه؟ نعم دي كروكيت. كروكيت بالسلق. كروكيت تاع السلق. ايه بالرز و اليوم تعشي و غدوة نديرو. يديرو خبيزات. نديروها خبيزات كيما المعقودة. عجيجات. نعم يديرو كروكيت ولا خبيزات كيما. اوكي. والسلق تاعبك بلي هو السبانخ بلي ماشي هو السبانخ ولا لا؟ لا 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 اليوم سمعتها معاكم. شفتي؟ نجي كل يوم، نجي كل يوم، كل يوم نعطيكم معلومات. ربي يحفظك. انا كان على بالي بلي السلق هو السبانخ في اللغة العربية. لا لا ها واش كنا نهضروا منذ قليل، السلق ماشي هو السبانخ. هكا كان على بالي اليوم أول مرة نسمع هذه المعلومة. شفتي ولطفي دار قو جا بحث اليوم وعطانا كامل الفوائد ديالهم. يعطيه الصحة سمعتو. ربي يخليك، أي وصية حبيتي تقليها لنا في برنامج صباح الشروق مرحبا بك، تفضلي. راكم موفين ومكفيين كما نقولوا. ربي يخليك. يعطيكم الصحة وربي. شكرا لك، شكرا لك، يومك طيب، مع السلامة. هيا بقاو على خير، تهلا في رحمة. مع السلامة، يومك طيب. حبسنا مع الغولي. نعم مازال ما كملناش. مازال ما كملناش. نعم قلنا بعد ما البطاطا تاعنا نحسوها طابت لهنايا نضيفوا هذاك السلق تاعنا، نضيفوا من فوق هذاك السلق، نخلوه يغلى غليه ولا اثنين لهنايا حتى يتجمرنا كامل، ومن بعد نعقدوها بالبيض. لازم البيض تاع السلق تاعنا نغطيوه من الفوق باش يتنفخ لنا ذاك البيض ويجي الشكل تاعها جميل، ولازم تكون شويه حار. وهذا كاين نوع من السلق اللي يقدموه في طاجين. يجي بنين بزاف، نسيت اسمو هذاك الطبق، يجي بالسلق ولكن يتقدم في طاجين. ولا هذا لازم نعيط للوالده تاعي تعطيني اسمو. السلق فيه بزاف وصفات. كاين بزاف خاصة في العاصمة. هو السلق طيبته في طاجين وخلاص. اه؟ سلق طيبته لك في الطاجين. لا لا بصح فيه البطاطا في حاجة بزاف، هم بعد وبعد. عوض ما ديروه في المقلاة ديرته في الطاجين. لا 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 في طريقة. باش طايب. دير هذا في الطاجين. هكذا باش وطفي يعرف. باش طايب باش طايب باش طايب. هكذا بالدرسة. هكذا شوية بطاطا وجا هكذا مسطح. في جيجل يديروه باللفت. لفت نعم صح عبالك يمشوا معايا مليح. انا كل مره شوفوا سمحوا لي كل مره نذكر هذا الطبق نحيي والده صديقي وحبيبي الغالي محسن ذقته اول مره في دارهم. ناس جيجل تحيه كبيره اليوم وما يديرون عبالك واحد المذاق رهيب. يقولوا اللفت يمشي مليح مع السبانخ. باللفت ويرميوا له هذوك الحشيه شويه سلق فيه الثوم ويتقدم في طاجين. لا لا يتقدم في طاجين. في طاجين صح. كل بخبز فطاير بالكسره. بالكسره على بالك صالح كلخ لغي في الطاجينه.
قال له شوف شدي ليش حبيت في طاجين ناكلو؟ قال له اومليت حطها له في طاجين يقول لك طافك ماشي مشكل. تفضل فادير مازال بتزيد حتى الاغنيه خلاص بتزيد حتى اغنيه صح تفضل. نروحوا لهنايا الرولي تاعنا تاع السلق واش عندنا؟ عندنا لهنا كميه تاع السلق بعد ما غسلناه ملاح احنا السلق راه غسلناه مبك ناخذوا لهنا مقله ولا مجراها هنايا نديروا لها كميه تاع الزيت ملح فلفل كحل كميه قليله تاع البصل نقليوا هذاك السلق تاعنا حتى ما نديرولوش الماء خاطر هو ديجا يطلق الماء البصل السلق تاعنا حتى يتشرب كامل هذاك الماء تاعو ويطيب لنا. ناخذوا لهنا ريسيبي نحطوا في هذاك السلق خلوه يبرد على جريب ناخذوا لهنا كميه تاع اللحم مفروم لهنا نقليوه كذلك بشويه زبده شويه زيت ملح فلفل كحل عندنا لهنا كميه تاع البصل نزيد نقليوها به ونخلو هذاك اللحم تاعنا يطيب لنا على جانب ناخذوا ريسيبيون هذاك اللي كنا درنا فيه السلق ديالنا واش نضيفوا له؟ نضيفوا له لهنايا 4 ملاعق تاع الفارينة 4 ملاعق 4 حبات تاع البيض كميه تاع المعدنوس نخلطوا مليح حتى نحصلوا على اون بات هنايا تاع السلق ناخذوا ان بلا اللي يدخل الفرن نفرشوا لا بابي كويسون نفرشوا نسطحوا هذاك لاباط تاعنا كنا حضرناها بالسلق والبيض ولا 4 ملاعق تاع الفارينة لهنا الفارينة لازم باش يتشرب لنا هذاك الماء اللي يطلقوا السلق هذا صحيح ندخلوها للفرن طيب غير تدخل حنا لهنا ندخلوها طيب لنا غير من تحت باك شغل تنشف باك خاطر باش نقدروا نروليوها لازم نخلوها تيبسنا بزاف كنروليوها تكسر لنا نخرجوها ما بدي راهي سخونه نديروا لها جبن مبشور هو الاولاني ومن بعد نديروا لها هذيك لاباط تاعنا اللي لافارش اللي كنا حضرناها تاع لافيون داشي ضفنا لها كميه المعدنوس نديروها في الوسط ومن بعد نرولي رولي تاعنا نديروا له جبن مبشور ندخلوه للفرن بعد ما يمد لنا تحميره باك ويتقولها باك هذاك السلق مع لافيون داشي هذيك بهذاك الجبن نخرجوا نديروا له هنايا كريمه سائله وكميه تاع جبن مبشور شويه معدنوس شهيه طيب هذا بنين بنين هذا هذا نحسه راح يكون نعم نروحوا نجمع المايده تاعنا اليوم تحليات البرتقال نعم عندنا تشيز كيك تاع البرتقال واش عندنا عندنا لهنايا ثلاث طبقات في تشيز كيك تاعنا واش تكون الطبقه الاولى واش عندنا 400 غرام تاع تاع البسكوي اللي كان مرحي نضيفوا له لهنايا 200 غرام تاع زبده زبده بعد ما نذوبوها نخلطوها مع هذاك البسكوي اللي كان عندنا وغاطو مرحي اكيد نديروها كطبقه اولى هذا نديروها كقاعده نخلوا لهنايا هذيك الطبقه راهي تبرد نروحوا نحضروا لهنايا الكريمه ديالنا الكريمه تاعنا واش فيها عندنا نصري ثلاثة الحليب زوج ملاعق تاع السكر زوج علب هنايا ما درناش فيها الكريمه سائله ولا باش كاين اللي ما عندهمش ولا ما تصلح لهمش طلع لهم وهذه هي شغل رابيد تجبد بالخف ماشي كيما الاخرى تشد مده عطوه قلنا نصري ثلاثة الحليب زوج ملاعق تاع السكر زوج علب تاع الفلون بذوق الفاني وعندنا مبشور البرتقال نطيبوا الفلون تاعنا كيما نطيبوا عادي على فوق النار بعد ما يغلي لنا نروح ناخذوا ان بلاندر واش نديروا فيه ثلاث علب تاع ياغورت طبيعي ياغورت طبيعي بدون ذوق طبيعي نضيفوا له هنايا 100 غرام تاع الجبن جبن ابيض صح لهنا في البلاندر نبداو نطلعوا لهنايا نخدموا هذاك الياغورت تاعنا مع الجبن تاعنا ونبداو نضيفوا هذاك الفلون تاعنا اللي كنا حتى تطلع نخدموا حتى تطلع لا تنبرك احنا بيراميزي رانا نديروا نحبوا ما نحصلوش على هذاك المبشور هذاك نصفيه نديروا صفايه نصفيوا هذاك الحليب كامل هذاك اللي كنا حضرنا الفلون تاعنا ومن بعد نضيفوا كطبقه ثانيه نخلوها تبرد على جانب نحضروا الطبقه الثالثه واش عندنا؟ عندنا لهنايا كاس تاع عصير البرتقال نضيفوا له لهنايا علبه تاع فلون بذوق الفاني ونضيفوا له كذلك ملعقه تاع المايزينا والسكر ندوق حنا والحلاوه نضيفوا ملعقه ولا اثنين هذا باش نديروا لاجيلي الطبقه الثالثه والتزيين بيان سير يكون اختيار اختياري على حسب على حسب واش عندك موجود في البيت. يعطيك الصحه شيف نديم قبل ما نخليك خليني ناخذ مكالمه من عندك قبل ما نروح نستقبلوا الطبيب ونتكلموا في موضوعنا الطبي وملفنا الطبي لنا اليوم. صباح الخير مرحبا. الو صباح الخير. صباح النور اهلا بك. معك ام رفيده من ولايه ام البواقي. اهلا بك وبناس ام بواقي مرحبا لاباس. لاباس والله الحمد لله سؤال عليك. والاخ لطفي لاباس وانتم بخير. والله لاباس والشيف نديم. ها وهايل نديم ها شيف نديم راهو مهايل ودار لنا كلش هايل اليوم. تبعتي تبعتي المطبخ واش كان فيه؟ والله راني قاعده نشوف يعني كل مره كان نجرب وصفه تاع الشيف نديم. البارح برك جربت الكونفيتير تاع تشينا والقار. ايه وكيف جات؟ جات روعه. كل مره نجرب حاجه كل مره نجرب حاجه. واليوم تجربي؟ واليوم واش تجربي؟ السلق راني قاعده نشوف لك كيفاش راح يديروا. هيا خلاص بداي بهذه بالمقبله اليوم هاي
ان شاء الله يا ربي. كاش حاجه اخرى حبيتي تعرفيها مع الشيف نديم تفضلي باقتراحك. ها والله كلش تاعو مليح يا ربي يبارك كلش تاعو مليح. شكرا لك. الوصفات كامل اساك فن نجرب هكا حاجه يمدي لنا اسكيف مليحه كل مره حاجه مليحه هكا نديروها يعني. رانا نتعلموا معها صح. كلش تاعو مليح ما شاء الله. هجاوبها هاي معاك هجاوبها حشم حشم خجول شف نديم خجول يعطيك ربي يبارك ربي يبارك بسم الله ما شاء الله. ممكن نقدم اهداء؟ تفضلي هاي لك هاي لك. نقدم اهداء لامي درغال خيره من عين ليله وكل فامي درغال وكل فامي سعيداني. تحياتنا لهم الكل اللي راهم يشاهدوا فينا وبلغي لهم سلامنا. ربي يعيشكم ان شاء الله ومع السلامه. شكرا لك يومك طيب. والى اولادي الى اولادي اللي ما تنسيهمش ربي يحفظهم. وروفيدا سيرين ربي يحفظهم ان شاء الله يفرحك بهم. شكرا شكرا مع السلامه. شكرا لك شكرا لك على الاتصال ديالك. يومك طيب يومك سعيد مع السلامه. شف نديم يعطيك الصحة نشكرك على ما راح تقدمه لنا في برنامج صباح الشروق لنهار اليوم. احنا نرجعوا لك بعد قليل ربما انا ولطفي حتى نشوف الامور وين لحقت معك. تفضل نرجع عند لطفي الاستقبال. كل المواضيع نتاعنا مترابطة طبعا مع بعض حتى السلق اللي اختار تحضيره نهار اليوم شف نديم يمهد لنا الموضوع اللي احنا عالجوه مع بعض من خلال الفوائد اللي يسخر بها. يتميز السلق بلونه الاخضر الداكن يحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم الذي يساعد في الوقاية من الالتهابات كما أنه يساعد على استرخاء القصيبات الهوائية داخل الرئتين. جميل. يمنع تقييد مجرى الهواء كما أن تناول السلق الغني بالمغنيسيوم قد يخفف من أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن. هو الموضوع يا ناس يا طيبين اللي راح نستعرضوه مع بعض من خلال محطة جنى الطبيب لكن راح نخصوه للأطفال أكثر شيء لأنه محطتنا تعنى بالطفلة. دكتور فدوى إيمان نستغنمي طبيبة أطفال حاضرة لاستعراض موضوع التهابات القصيبات الهوائية عند الطفل سبل الوقاية والعلاج والأعراض تجدونها معنا من خلال محطتنا الموالية. لو سهل بالجميع تفضلوا. الطبيب اللي جاينا اليوم هو الدكتوره فدوى ايمان مستغانمي مختصه وطبيبه في طب الاطفال. صباح الخير دكتوره. صباح الخير دكتوره. مرحبا. هي لا برونشيت؟ برونكيوليت. اوكي. برونكيوليت عند لي بيبي. صح. اقل من سنتين هو التهاب القصيبات الهوائيه هذوك القصبات الهوائيه الصغار كامل اللي يجوا في لي بومون. اوكي. هذوك اللي صار لهم التهاب وعنده مضاعفات اخرى عند دراري صغار. طيب باش نبداو بالاسباب ولا نبداو بالاعراض؟ خلاص عرفنا الحاله المرضيه ولا في تعريفات اخرى؟ هي التهاب فيروسي. ايه؟ اوريجين تاعو سي ان فيروس. ايه؟ دونك هذا الفيروس يحكمه لو بيبي ويدخل له في لي فوا ريسبيراتوار تاعو ويحبط له حتى لي فوا ريسبيراتوار باس اللي هما الرئتين. يوصل للرئتين. رئتين يهبط حتى القصيبات الهوائيه الصغار هذوك اللي جايين في لي بومو يدير لهم التهاب ويدير له صعوبه في التنفس. ورانا في موسم لي زيبيديمي تاع لا برونكيوليت. جينيرالمون دو اكتوبر ا مارس سي لي زيبيديمي تاع لا برونكيوليت عندنا. نربطوا السبب بالموسم النقله الموسميه هذه. الالتهابات الفيروسيه نعرفوا بلي هذا هو وقتهم لا رونتري سكولير كيما نقول لهم انا لا رونتري دي فيروس. صحيح. الدراري الصغار كيدخلوا لي زيكول لي كخاش اي تو وهذا لو في ار اس سبب لا برونكيوليت سي لو فيروس واسمو في ار اس. دونك هو اللي يتكاثر بكثره في هذا هو معدي ولا ماشي معدي؟ معدي نعم كيقول فيروس المعدي. احنا الكبار جينا كوم اون سامبل غريب نيفيسيل ان تو بتي نسالو شويه مي هما لي تو بتي اقل من سنتين يحبط ديريكتومون لي فوا ريسبيراتوار. يقدر يديها من عند الكبار؟ وي يقدر واحد كبير في لونتوراج توجور ديجا كي يجينا اون برونكيوليت ان بيبي نسقسيو لي بارون اسكو واحد كبير مرض في الدار يا توجور اون نوسيون تاع خوه الكبير اللي راح يقرا باباه جدو توجور واحد فيهم مرض بلا غريب ولا ان بتي روم ولا جينيرالمون سا ديسون دون لي بومون عند ليبي. متى يكون الامر خطير؟ هل كي عنده واحد كبير ولا كي عنده ربما خوته صغار ولا انسان صغير؟ هي الخطوره ماشي منين جات العدوى. إيه؟ الخطوره في كيفاش تجي العدوى عند لو بيبي تما كيفاش الاعراض اللي يكونوا عند لو بيبي وعند من تجي. الا كان ان تو بوتي بيبي قل من 3 شهور راح تجيه واعره على ان بيبي عنده 2 سنين ولا ان بيبي عنده 18 موا. هذا راجع لواش؟ باسكو كل ما نكونوا صغار قد ما المناعه تاعنا تكون حافظه سي نورمال. نقطة أثرها أنا نشوفها مهمة يعني بقدر بساطتها لكن نشوف أنها مهمة. يعني فيروس يكون في جسم واحد كبير عنده ربما الظروف اللي تكون داخل هذاك الجسم ربما تعطي له مناخ أحسن أنه يزيد يولي عنيف. صح. الفيروس انا نحكي على الفيروس راني نتصور هكذا ونتخايل بالنسبه لحد... بالإنسان الانسان والطفل الصغير هذاك الفضاء الصغير يعني نظن انه ما راحش يلقى فيه هذيك الخطوره ما يلقاش فيه ربما
التركيبه اللي تخليه يزيد يكبر اكثر ويولي تولي الخطوره تاعو اكثر ولا اكبر مقارنه مع نفس الفيروس اللي يكون تربى في 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 محيط تاع شخص بالغ. ممكن نجيك انا بالمقلوب. لو فيروس كيجي عند واحد كبير غير يدخل في الجسم، هذاك الجسم متعود على كان كلكو فيروس ولي فيروس يتشابهوا شويه، تسمى مام ان فيروس جديد كيدخل في الجسم تاعو، الجهاز المناعي تاعو يعرفوا شويه يتعرف يكون ديجا تعرف على فيروسات من قبل، تسمى عنده القدره باش يتخلص منه قبل ما يبدا يتكاثر. ان بيبي اللي شحال عايش في حياته مسكين 3 موا 4 موا، سيستم ايمينيتير تاعو ما راهوش إلي با كومبيتون، تسمى كيدخل لو فيروس يدير راهي ويتكاثر. صح صح. يسبب مضاعفات. طيب واش هي الاعراض الاوليه اذا كانت تختلف عن الكبار البالغين؟ هي تبدا كيما الكبار، تبدا بالنيفيسيل شويه سعله، بالك اون غينوفارانجيت، لا غورج كي بيكوت ان تو بتي بو، ومن بعد تحبط ديريكتومون هذوك لي غلير لي سيكريسيون تاع لو ني يحبطوا ديريكتومون لي بومون، يولي لو بيبي يسعل، يولي ما يقدرش يرقد، يضيق فيه التنفس، ما يقدرش يرضع، نيفو كيتبوشا من بعد ما يقدرش يرضع، لي كوش تاوعو ينشفو، يزرق، يقدر مام يدير ديبوز ريسبيغاتوار تالمون ما يقدرش يتنفس، ومن بعد ان سارتان مومون خلاص يولي يفي ديبوز ريسبيغاتوار، دونك سي تخي غراف، إلا جات عند ان تو بوتي بيبي ولا عند ان بريماتوري ولا ان بيبي اللي ديجا مالاد، و سي تخي غراف عند إلا جات بلا فورم تاعها الواعرة، تسمى لا فورم اللي دير دي ديفيكولتي ريسبيغاتوار. صعوبه في التنفس. وكاينين اللي تجيهم لا برونكيوليت سامبل كون بو جيري في الدار ولا، مي لازم توجور دي كونترول عند لو ميدسان باش نشوفوا ليفولوسيون تاعها الا ما لحقتش لهذه الخطوره اللي هضرنا عليها. تكون طريقه الولاده سبب من الاسباب قيصريه ولاده طبيعيه، لانه بزاف يقول لك اللي ينزادوا ولاده قيصريه يجوا مراضين. وي باسكو الولاده القيصريه كيجوز لو بيبي من الولاده الطبيعيه من التراكتوس التحتاني، كاين هذوك لي جيرم لي ميكروب اللي جايين دو فاسون ناتشورال عند لا مامون اللي ترانسمي لو بيبي، دونك ديجا في لو سيستم ايميونيتير فوالا سيزاريان يجوز من لافوا اوت ان فوا اوت، دونك ما يجوزش من هذاك لو تراكتوس اللي دابيتود يجوز منه، دونك ديجا سي با اون فوا نورمال داكوشمون. ثانيا كاينه حاجه الرضاعه الطبيعيه جينيرالمون لا سيزاريان واعر اون مامون دارت سيزارين باش ترضع، نسبة قليلة تاع لي مامون اللي داروا سيزارين يقدروا يرضعوا، باسكو مور لا سيزارين لا مامون ما تقدرش تقعد ما تقدرش توقف. وهذاك هو لو مامون اللي لاليتمون إلي مي أون بلاس، هذاك هو لو بيبي وين يتعلم يرضع وين لي بخومي مومون تاع لاليتمون هذوك هما مهمين. دونك لا مامون صعيب عليها شويه ترضع كي تكون دايره سيزارين، ماشي كيما اون فوا باس لو لوندومان تقدر تحطو تبدا ترضعو ديريكت. معروف انه حليب الام فيه دي زانتيكور ناتشورال، كشغل دي زانتيبيوتيك ناتشورال اللي ترانسميو بيه. دكتوره مستغانمي كنت ذكرتي منذ قليل الاعراض اللي نعرفوا من خلالها انه ابنه مصاب بالتهاب القصيبات الهوائيه، اوكي، ولكن تشابهوا بزاف مع لما يكون الواحد مصاب بزكام. زوكا يتشابهوا مع الربو. الربو وحاجه ضيقه. يبدا بزوكام ويحبط الضيقه هي هو يولي ما يقدرش. كيفاش نفرق؟ لانه الطفل راهو يبكي فقط. لا لا نشوفوا هذيك النهجه كما نقولوا حنا لي بارون، لا ديتريس ريسبيراتوار، لي موسك يديروا ان ايفور مجهود باش يتنفسوا، نقولوا نشوفوا لا ريسبيراسيون. تولي تيري كما نقولوا. علاش يتشابهوا؟ ربما لانه بدايه الضيقه بدات بالتهاب نظن. ولا مش بالضروره هي الالتهاب القصيبات الهوائيه سببه فيروسي والربو سببه واحد اخر، التهاب واحد اخر. لكن التهاب القصيبات يقدر يتحول الحاله وتولي ربو. نعم، اذا كان لو بيبي عنده دي زونتيسيدون، لا كان ابويه ولا خاوته ولا عندهم الربو في لافامي، عامل وراثي. عامل وراثي يدير بزاف لي برونكيوليت ومن بعد يتحولوا الى ربو. نعم، وكاينين دي بيبي نو يديروا دي انفيكسيون دو برونكيوليت اون برونكيوليت ومن بعد خلاص. هذا اذا ما عالجناهش ياك دكتوره. وي وي. كيما نعالجوش يقدر يوصل لنا يولي لنا ماشي كيما نعالجوش، كاينين دي بيبي هما يسون بري ديسبوزي، تسمى عندهم القابليه لانهم يديروا دو لازم. اوكي، دونك يفون فير دو لازم هذوك لي بيبي. كاينين دي بيبي نو ما عندهمش لازم، ما عندهمش، يفون باك دي برونكيوليت ويروحوا وحدهم. جينيرالمون هذه الازمات يعني هذه الحاله تزيد تتازم في الليل. وي صح، يعني طفل بزاف الامهات يعانيوا، يقول لك كل الحالات المرضيه يعني تقوى في الليل. واش التدابير ربما الاوليه اللي تقدر تتخذها الام لما يصاب تجيه ازمه الطفل، ازمه الالتهاب القصيبات وتكون حاده؟ يا الا شافته ماهوش يتنفس مليح، ولا شافته زراق، ولا شافته ما يرضعش مليح الليل ولا نهار، لازم تديه ديريكتومون لمصلحه الاستعجالات، باسكو كاين خطوره. ما كاينش حل وسط. ما كاش حل وسط. لازم مباشرة. ما فيش إجراء هكذا نقدروا نديروه. لازم تنقيلوا الأنف تاعو، تنقية الأنف مهمة جدا. إلا بدا غير يبدا شوية لو بيبي يولي أونكومبغي، تحسوا ماشي يتنفس مليح، ولا ديريكتومون تبدا تنقية الأنف. من جهة أون إليمين لو فيروس،
باش ما يقدرش يحبط حتى لي فوا ريسبيراتوار باس. من جهه واحده اخرى هذوك لي سيكريسيون لي غلير لي ابري يقدروا يبوشيو لي بومو ويديروا الاعراض تاع النهجه هذيك تاع لو تيراج كيما قلت تاع لا ديبرسيون. وضعيه النوم ما كانش فيه طريقه وضعيه النوم تعليلو شويه راسو ان تو تي بو ما يكونش التدخين السلبي في المحيط تاعو بيان سور. ماشي لو بابا يتكيف ومن بعد يجي يرقد في لا ميم شومبر كو لوي مام يبدل حوايجو مام يقعد في الشعر في اللحيه في لي فيتمون ايتو يقعدوا حتى الامهات بتابة. بالنسبه للامهات اللي تكون عافاكم الله جميعا ان شاء الله يا رب لكن في ما يمنعش انه في امهات يتكيفوا يدخنوا يتعطوا السجائر وتكون مرضعه وي ياثر على يزيد يأزم هي في لا غروسيس وفي لاليتمون بيان سور هي ديجا لو كونتاكت مع لو بيبي ما ترضعوش لو كونتاكت اللي تكون معاه وهي ديجا تكيف يشم الريحه برك بيان سور وي بيان سور بها لازم تكون تهويه تنقيه الاسطح واحد يكون احنا لو كونتاكت مع المشاهدين بالاتصالات ها خلينا نقولوا الو صباح الخير يا اهلا وسهلا الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا عندي حبيت نسقسي الدكتوره على بالنا بلي راح تسقسي الدكتوره خينا برك نتعرفوا عليك ها قولي لنا شكون ومنين ام ايه من براقي مرحبا بك وكنا من براقي تفضلي معك الدكتوره تفضلي مدام تفضلي تفضلي مدام دكتوره حبيت نسقسيك انا بنتي كي تكون قاعده قدامي تصدر واحد الصوت من فمها ما تقدرش تنفس من نيفها داكوغ كي ما نقدرش نريسبيري مني في ريسبيري غير من فمي مام تسمي كي ترقد تشخر بزاف شحال في عمرها مدام بنتك؟ 11 سنه 11 سنه من بكري هكذا ولا غير هذه جديده الحاله اللي راهي عندها اللي كانت صغيره عندها العام هكذا سورتو في الشتاء تعطس سورتو في الليل بزاف تعطس مام كي ما تكونش مريضه عندها هذه الحاله تعطس في الليل بزاف تعطس في الليل نيفها يحكها عينيها صبح كي تنوضي سيل شويه نيفها ايه مام عينيها تبدا تحك فيهم بزاف ونيفها ياكلها هاد الحاله تجيها على العام ولا كاين فترات من العام ولا نقول دي بيريود في لاني اللي ما يكونش عندها هكذا تكون مليحه تنفس مليح فترات من الخريف للشتا حتى الربيع بون هذه دابخي خلاص ما عندكش سؤال توجهه لها تبان لي بلي سيون اي واضحه الحاله في غينيت اليغ خلينا نبقيوها على خير ونشكروها شكرا لك سيدتي بقاي تابعة تمد لك الاجابه ان شاء الله يا رب هيا بسلامة شكرا يومك سعيد شكرا سلام دونك اللي يحك نيفو هكذا نيفو يتبوشا في الليل قبل ما يرقد الصباح يسيل شويه عينيه شويه يحكهم هادو يبانو اعراض تاع الحساسيه دونك لازم ابخي نشوفو لو مالاد ونديرو معاه بون انتيغوغاتوار نسقسيوه واش من لا بيريود تاع لاني عنده اسكو كاين ان كونتاكت افيك ان انيمال في الدار ان شا دي زوازو اسكو كاين دي بلانت اسكو كيبدل بلاصه مثلا يروح الاعالي كان يقول لك نروح للبلاد يزل عليا نولي نتنفس مليح هادو سي دي نوسيون دالرجي ابخي اون بو فيغ هادوك لي بريك تيست تاع الالرجي ونشوفو راهي الحاجه اللي تحسس منها باش نعرفوا الدواء اللي نعطوه لها ديرو واش من الفتره اللي دير الدواء اسكو على العام ولا اسكو غير مثلا في الربيع اللي عندهم الحساسيه تاع الربيع يديروا الدواء غير في الربيع بعد لو غيست دو لاني سون بيان دكتوره ركزتي برك على الحكه وركزتي على الانف وتاع العينين وركزتي على الموسم يعني وتجاهلتي الشخير هل هذا يعني انه الشخير ليس عارض من الاعراض اللي يركز عليها الطبيب انا كي تقول الشخير نفهم انسداد تاع فهم اللي عندها لوني بوشي ما قدرتش تنسى يعني كي تسدل النيف يكون الشخير ولاش تاعها 11 ans وكان جات شويه صغيره بالك سي لي فيجيتاسيون هذوك اللحمات اللي نقولوا لهم حنايا ينحيوهم مي 11 ans كبيره جينيرالمون سي بلوس اون اليرجي كو دي اون هيبرتروفي دي فيجيتاسيون ممتاز ممتاز دكتوره مستغانمي حبيت نعاود نرجع للموضوع اللي هو كنت تكلمي فيه منذ دقائق قبل المكالمه على غرفه ما لازمش يكون فيها واحد مدخن هذه الامور هل في حاجات ممكن انه نديروها حتى نتفاداو انه يصاب ابننا بالتهاب في القصيبات الهوائيه شفت كي لي جاست باريير اللي كنا نديروهم في الكوفيد سي لي ميم سي لي ميم جاست باريير بروتوكول صحي نغسلوا يدينا قبل ما ندناو لو بيبي نقيو الاسطح نديروا لابافيت لكن واحد مريض عنده اون بتيت غريب اون جين ولا توجور يدير لابافيت دو بريفيرونس ما يكونش اون كونتاكت افيك لو بيبي لي بيبي سون تري فراجيل اقل من سنتين بزاف فراجيل دونك نديرو معاهم لي ميم جيست باريير كيما اللي كنا نديروهم في الكوفيد كورونا بالنسبه للعلاج دكتوره الوغ العلاج كوم هو مرض فيروسي ما عندوش علاج باين ماشي با انتيبيوتيك ولا ما حتى حاجه كيما نقول لهم الفيروس يجي وحده ويروح وحده مهم برك المضاعفات اللي يديرهم في الكور ما يكونوش بزاف
دونك الا دار مضاعفات بزاف ما يقدرش يشرب الحليب ولا ما يقدرش لي كوش تاوعو ناشفين يزرق ما يقدرش يتنفس مليح اسمومون لا سي لوبيتال يديروا له الاكسجين يعاونوه شويه يتنفس مليح يديروا له دو سيروم ولا لا ما قدرش يشرب لي بيبون حتى وين يعاود التنفس تاعو يولي مليح ولا كانت اون بوتيت بونكوليت سانسيان دو غرافيتي تما ما فيهش عوامل الخطوره نقيو لو نيفو سورتو لو ني نقيو لو نيفو لا رضاعات مثلا لا كان يشرب لو بيبرون 120 نقصبوهم يولي يشرب 60 ومن بعد ساعه من بعد يزيد يشرب 60 هذا ما كان حتى يروح لو فيروس الحاله تقدر تطول دكتوره؟ وي وي الوقت لوين تقدر توصل؟ كاينين دي بونكيوليت كي تخان دي بونكيوليت ترينونت ايه؟ هذوك لازم لهم لوبيتال باسكو من بعد مع الاخر البيبي يولي يعيا كي ما يقدرش يتنفس مليح يولي يعيا يدير دي بوز ريسبيراتوار يدير يوليا يعيا ويقدر يكون مشكل اخر طبعا يدير مضاعفات اخطر لا بيريود هذيك الطفل يدي فيها لي فاكسان وي ومعروف انه لي فاكسان يقول لك حتى يبرى يعني ما تقدرش تدي له فاكسان وهو هو مريض بيان سور عنده فيروس حنا نزيدوا له فيروس هنا كيفاش نتعاملوا مع دكتوره؟ احنا غيطرد لي فاكسان اخروهم ما نديروش سورتو الا كانت عنده الحمى الا كانت تستعلى شويه ولا معليش نقدروا نديروا لو فاكسان مي الحمى حب يقول المرض راهو في لا بيريود تاعو الوعره كامل ما نقدروش نزيدوا حنا ثاني نواسيو له ان اوتر فاكسان سبحان الله كيما الكورونا فيروس لما كان يدور ما هي يعني المضاعفات الخطيره كامل اللي قادره تقيس الطفل اللي يكون مصاب بهذا الالتهاب ام بيبي اللي ما يتنفسش مليح ومن بعد يحبس التنفس تاعو نقدروا اون بو لو بيردغ نقدروا نخنق وي وي توصيات دكتوره نختزلوا بها الموضوع توصيات رانا في الموسم تاع لي فيروس دونك لازم تاخذوا كامل الاحتياطات نهويو توجور الغرف نقيو الاسطح بيبي غير يبدا ديريكتومون يفو يتبوشا شويه فو ديريكتومون تنقيه الانف باش نقيو شنو هي الوسيله سيروم صالي سيروم ما كاش حاجه ماشي حاجه كبيره هذيك لو غران فلاكون القرعه الكبيره تاع سيروم لا سيرينغ فو فير دي لافاج ماشي نديرو شويه سيروم وزعما نقيو له غير على برا يفو بيان لافي لو ني باش يخرجوا كامل هذوك لي سيكريسيون ومعاهم لو فيروس اي لي جاست باريير واحد مريض ما يدناش لان تو بوتي بيبي ولي بوتي بيبي ما ندوهمش الاماكن مغلوقه لي سونتر كوميرسيو لي سال داتونت لي بوس وين هكذا واحد يسال ولا يقدر ينقل له العدوى وكي مرض واحد كبير توجور ما يدناش لهذاك لو بيبي ويدير لي جاست باريير لا بافيت دكتور فدوي ما شكرا لك حبينا شكرا كثير مرورك معنا شكرا لك مشكوك لي جيتي في محطه جنى طبيب شكرا ميرسي بوكو صحه شكرا للمشاهدين كذلك يتفاعلوا معنا ويرسلونا عبر تطبيق الواتساب وكذلك عبر المكالمات مازال العديد من المحطات اللي حنتناولها واياكم في برك مفولي فان انا نويت وحنا نوينا كذلك انه نبقاو معكم في برنامج صباح الشروق حتى نقدموا لكم كل الفائده اللي تنفعكم في كل المجالات صح؟ صح خاصه المجال هذا اللي راهو جاي وجيت البيرمي ديالي انا صح صح يعني مشاكل في السير مشاكل صح. في الطرقات يجب ان نتوقع الحذر طبعا المشكل اللي احنا نتناولوه اليوم ولا خلينا نقولوا باللي في الطريق لا كاين واحد ربما السلوكات ولا حاجات اللي نشوفوها نخافوا منها فلازم تكون عندنا سياقه دفاعيه حتى نتكلموا عليها اليوم يحضر معنا المختص في السلامه المروريه الاستاذ عبد الباسط حوحو صباح الخير مرحبا صباح الخير صباح الخير صباح الخير اخذت في الاخبار اخ صلاح مرحبا صباح الخير الجمهور الكريم بون سياقه دفاعيه اها واش حاب يقول بها نقدر نقولوا سياقه دفاعيه او سياقه وقائيه وقائيه نقصد بها يعني ولا المعنى تاعها هي يعني الحمايه ولا يعني الحمايه يعني ولا توفر لنا يعني نقصد بها الامان امان من ناحيه المال سلامه سلامه من ناحيه المال والوقت والارواح والارواح هذه يعني بالاحتياطات من ناحيه السائقين الاخرين يقول لك السائق يسوق ليه ولغيره والغيره سوق ليه ولغيره سواء من حالة الطريق يعني الطرق أو السائقين الآخرين هذه يعني نشوفوها من عدة نقاط ولا من عدة جوانب نتركزوا عليها هنا كي يبدأ التركيز تاعنا ما يبداش من يعني غير احنا رانا في وسط المركبة نقولوا رانا في وسط حماية لازم يعني نشوف المحيط نتاعك احنا عباك واش صرنا نلقاو في الطرقات السياقة الهجومية الهجومية صح ماشي الدفاعية للأسف صح كاين بعض السائقين السياقه كما يعني السياقه هذه بين قوسين السياقه الهجوميه هي سياقه متهوره خطيره يعني منورات خطيره او تأول السياقه المتهوره باش نتجنبها نكون حنايا ثاني يعني على تركيز يعني عالي في السياقه الدفاعيه او السياقه الوقائيه اللي عندنا بون هذه باش نكون حنايا على اهبه الاستعداد باش نستعد حنا اول حاجه هي وضعيه الركوب نتاعك يعني تكون يعني في وضعيه مناسبه في المقعد نتاعك يعني في كاينه بها ساعات تشوفوا يعني كيفاش راكب
يعني تتكسر كاين اللي يحط رجله فوق طابلو دبور. سبحان الله. انت شفتها هذه سلوك هذاك سلوك سلوك يعني سلوك اخر خلينا كاين اللي مكسل كامل كاين كاين هي الوضعيه المثاليه للمقعد هي 110 درجه كاين تقريبا يولي سرير يعني حتى تلقاه راكب يخزر ربما على سقف السياره صح يعني صح كيفاش راهو يشوف القدام مع يعني علامه استفهام هذه واحده الثانيه المقود يعني هو نورمالمون يعني يكون المقود يتحكم في وضعيه يعني احنا نقولوا نقولوا لا 9 وربع ولا 10 و10 يعني حسب وضعيه المقود تلقاه ربما يسوق بيحكموا على يحطوا على الفخذ نتاعو ما دام تركي هذه يعني يكون يعني ماهوش منتبه ولا يروح للتركيز تاعو وكاين اللي يركز وينتبه انتباه مبالغ فيه ثانيه كاين اللي يلصق هكذا في اكشن وهذا كي تشوف تخاف منه يدخل في الفولو هك لاصق في صدره وعس روحه وخايف ويصوب وهذا اللي يخوفك هذا ولي انا هذا ولي يخوفني وساعات يعني انا ربما بطريقه يعني يقول لك كي تعود تسوق وتشوف واحد يسوق وهذا يعني اهرب بعد هذا ولي نخاف منه انا صح ربما هذه يكون يعني باش يحاول هو يدير الثقه يحاول يشوف يعني مجال رؤيه كبير هو يقدم للمقود بزاف باش يحاول يشوف يكبر مجال الرؤيه تاعو وربما هذا يعني ما يخليش يتحكم في الدواسات تاع لي بيدال ربما باللومبرياج والفران ولا الاخر يعود ربما يروح له شويه نوعا ما صحيح تركيز يعني ربما يكون الضغط ولا يكون يعني يتعب فيهم يعني في ساعه هذه هي ربما النقطه الثانيه يعني نقول لها يعني ربما ركزوا في القياده تاعنا على الطريق وكان تاك تعود تسوق اسمح لي نعاود نرجع لطريقه الجلوس قل لي اذا كان هذا السلوك خطا ولا لا المفروض السيارات تجي فيها كل المقاييس والمعايير مهيئه انه الواحد يكون معتدل ياخذ راحته جلوسه كاين اللي يحطوا وسائد كاين يحطوا بالاخص سيدات كاين بزاف سيدات يحطوا مخايد ربما المخايد يحطوهم ربما كاين يعني هو يعني في السيارات الحديثه طيب. المقاعد نلقوه يطلع يقدم يوخر طيب. ثم يعطيه يعني حركه يعني يخليه يعني المقعد يتحكم فيه طيب. كاين سيارات ما فيهمش ربما يقدم ويوخر تلقى الانسان قصير القامه يقعد الانسان قصير القامه واش لازم لازمته يعني هو لازمته يطلع يعني يدير وسائل يدير مخايد هما كاين يعني وسائل يعني مقاعد خاصه ربما وسائد خاصه يعني تكون تعطيك راحه جيده ترمى المخايد ما يكونوش يعني في الوضعيه الجيده تاعهم هذه وكاين الوضعيه الظهر خاصه الراس كاين يبعدها كاين يطلعها بزاف كاين يهبطها ثم لازم تكون في احسن وضعيه باش ما يتعبش الانسان هي فوارق تختلف من شخص لاخر اكيد يعني من شخص مدهولي انا نقعد فيه انا ما يناسبنيش ايه يعني هي واحد وراحته صح كل واحد والميموريزي تاعو في المقعد تاعو ولكن هذا ما يمنعش انك تقعد بطريقه اللي تخليك تشوف كامل السياره ديالك في الامام وتخليك تعطيك زاويه رؤيه 180 درجه نزيدوا المرأتين الجانبيتين والوسطى تولي نحاولوا نوصلوا حتى 360 درجه اوكي نحاولوا نوصلوا ل 360 درجه النقطه الثانيه نعاودوا نرجعوا لها اللي هي التركيز على الطريق كي تركز في الطريق واش معناتها؟ معناتها يعني انت تكون منتبه يعني راك يعني لاتي غير بالطريق. كاين واحد شوف يعني ربما اللي يخلونا اللي يشتوا التفكير تاعنا ولا ينقصوه لنا فور اكزومبل استعمال الهاتف النقال. صح صحيح. يمشي يوم كونيكتي ولا ربما يتفرج في ملتي ميديا يعني ربما هي مخالفة يعاقب عليها القانون. كاين ساعات تشوف ربما داير مباراة كرة قدم في صح كاين الجريدة كاين اللي تقع ياكل ما نذكرش اسمه البارح كنت معاه من ناحية خليني نكمل لك الفكرة عندي صديق ما نذكرش اسمه حاكم لي الموبايل هو يسوق انا وقت معاه ويبعث في نصوص رسائل ويكتب نصيه يكتب قلت له واش راك دير خليك تلحق لا الخدمه وما نقدرش لازم نبعث دركا راه يشوف فيا الان قلت له توقف اعطيني انا نكتب لك كاين ربما كاين واحد المثل اللي نقولوه يعني كاين مثل يقولوه يعني دقيقه روطار ولا ساعه في السبيطار ولا ساعه في السبيطار صح يعني هذا يعني صح يعني ننصحوا به يعني وكاين عباد كاين عباد تلقاه كيسوق ربما لا يتحدث مع زملاء ليه
هي ساعة رطار ولا دقيقة في السبيطار؟ ساعة رطار ولا دقيقة في السبيطار؟ ايه ماشي دقيقة رطار ساعة رطار ولا دقيقة في السبيطار بس احنا هي فهمناها هي فهمناها احنا نعاودوا سيفوا نقولوا يعني نديروا دقيقة رطار ولا ساعة في السبيطار صحيح يعني ماذا بين احنا نسوقوا بعقد كما قلت انت يعني عندنا يعني مكالمة ولا رسائل هامة نتوقف نتوقف اجرى للاجري ديال الاجراءات تاعك اللي تحوس ربما دير مكالمه درنا سير نصيحه كاين اللي يقرا جريده كاين اللي ياكل حتى تتوقف من المفروض وما لازمش تتوقف لانه الطريق مديور باش تمشي تسير فيه وكاين كاين لا لين ديرجونس ما تقدرش توقف فيها من المفروض طراي المواقف راه مواقف خاصه كاين مواقف خاصة مواقف خاصه ما نقولوش حنا تتوقف وسط الطريق او في مسلك الاستعجالي لا توقف في اماكن خاصه أماكن مهيئة للوقوف يعني فما الواحد يعني يكمل ثانيا ربما نشوف واحد العادات يعني الأكل السيارة يعني تلقاه يشرب ياكل في السيارة ربما نشوفوا العادة عند النساء استعمال مساحيق التجميل يعني تسوق تستعمل مساحيق التجميل هي غير يعني ما كانش يعني نص اللي يمنعها ولكن هي يعني تعتبر شيء الحاجة اللي نشوفوها بزاف النساء كيكونوا يسوقوا في السيارة مشنا حاجه اللي نشوفوها بزاف قول لي مرا كي تكون تسوق اللي دايره خمار اللي داير الهاتف تحطه هنا الهاتف تحطه لداخل هنا هذا يشتت التفكير في الخمار يشتت التفكير ولا يشتت نسبه التركيز حتى واحد الماركه لطفي خرجت خمار بهذيك شفتها مع انه مش علميا يقول لك هذوك الذبذبات اللي يبعثهم التليفون المفروض 3 سنتيم تبعد التليفون تاعك على الاذن لانه فيه ذبذبات تروح مباشره للدماغ فما بالك تلصق تليفون إيه. في الدماغ ولكن دوك السيارات ولا مجهزه بلوتوث مجهزه بالوسائل الحديثه يعني إيه. يعني عن بعد يعني التحدث يعني عن بعد يعني ربما يعني ينقص ولا يعني يحاول نوصلوا نسبه التركيز نعلوها يعني نطلعوها بزاف هذه ربما سياق يعني كاين يعني نحاولوا ديما يعني ندي خطه امنه في السياقه يعني انت كي تعود تسوق حاول شوف الخطر اللي راهو كاين حاول يعني تنبأ بالخطر اللي راهو كاين ولا نشوفوا الخطر فور اكزومبل تشوف يعني امامنا شاحنه مهزيه ربما مواد البناء او يعني يعني اي حاجه يعني مفتوحه تلقى حوايج مفتوحه انت واش دير تجنب ولا نحاول نتنبأ بالخطر اللي راهو كاين هذا ربما يسقط احنا واش نديروا نحاولوا نبعدوا عليها مسافه الامان نحاولوا نبعدوا نزيد في المسافه نزيدوا في المسافه الامان تاعنا يعني. والا نغير المسلك اللي راني فيه نحاولوا نغيروا المسلك اللي راني فيه مع تنبيه يعني نزيد ننبه السيارات اللي ورايا واللي قدامي باللي راني رايح نغير الاتجاه تاعي باستعمال الفرامل والغمازات اوكي هذا هو كاين ثاني يعني ربما نقطه اخرى نزيدوا نطرقوا لها ربما يعني كي نشوف الخطر يعني نحاول ننفر يعني نحاول نتجنبه نبعد عليه نبعد احنا على بال كاين واحد الخطا نطيحوا فيه بالك كامل يقول لك اناني في حقي خلي هو يبعد ما يمنعش انه ايه بعد مخر تفادى ماشي كاع الناس يخموا كيف يعني كيعود يعني كيعود حنايا هذه التشاحن هذا يعني بين السائقين هو ديجا نقطه يعني من السياقه الدفاعيه يعني ربما سبقنا النقاط هذه ربما نقطة يعني تجنب يعني هذا التشاحن هذا نتجنبه شفت انسان غلط بعد عليه نسمح كما قلت اسمح له في الحق بعد دورك صح بعد عليه ولا شفته هو غلط تحاول صحح الخطا يعني ما تكونش يعني عصبي يعني نحاولوا نحو العصبيه ربما ساعات تشوفوا الانسان تشوفوا انسان غلط انصح قدم النصيحه علاش يعني تزيد ربما تشوف ربما بعد يسوق يحرك بيديه يقول نرفز العصبيه يقول كلام عندنا السياره إيه؟ اكتب لك النص يعني تعبر للسائق اللي راه يشوف فيك ايه واش تقول له؟ تعبر له تكتب له يفهم واش راك حاز ربما ثاني نزيد عندنا نقطة أخرى نطرقوا لها يعني هي نقطة يعني مهمة يعني هي يعني كي نعودوا نسوقوا نحاولوا نتجنبوا ليزونغول النقاط العمياء للسيارات النقاط العمياء النقطة العمياء للسيارة وش هي النقطة العمياء للسيارة؟ النقطة العمياء للسيارة وش هي؟ كاين يوجد نقاط أو زوايا عمياء ما نقدروش حنايا السيارات يعني انت تشوفها كي تعود تسوق يعني هو في مجال النظر تاعو ما يقدر يشوفك لا بالمراه الجانبيه ولا بمجال النظر تاعو 180 اللي هي من 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 جنبك 3 امتار ومن خلفك 3 امتار السياره
يعني على 3 أمتار ان تكون ما تشوفهاش في كلتا الزوايا ما تشوفهاش، وهذا خطير. يعني ربما يستعمل كي يجي خارج ولا في تغيير المسار تاعه من مسار الى مسار او من خروج من مرآب او من موقف، يعني يكون متوقف عاد يخرج الطريق قادر ما يشوفكش ويعني ويصرى يعني اصطدام ويصرى حادث. حنايا نحاولوا ديما نتنبؤوا خاصه في الشاحنات عنده نقاط عمياء اكثر من السياره، صح عنده الخلف من الامام تحته يعني بالجنب تحت الباب تاعه، يعني كاين نقاط يعني اكثر من السياره، صح. نقاط عمياء احنا ديما نحاولوا نتنبؤوا في حال التعب، قادر يكون السائق في حاله نرفزه، ربما مشتت التفكير، عنده ارهاق، ضغوطات، هذا يعني حنايا نحاول نكون يعني سائق ثاني للسائق السياره الاولى. يعني حنايا ديما نكونوا معاه. الحاجه الثانيه ولا احنا نقولوها يعني نقولوا ديما نكونوا حنايا نمدوا يعني واحد القاعده نطبقوها، هي قاعده الثواني 3، هي في مسافه الامان نوفروها يعني بكثره. معناها مش معناها 3 ثواني، يعني 3 ثواني هي الوقت الكافي ولا الوقت اللي نشوف به الخطر، نحاول نشوف واش هي رده الفعل اللي رايح نطبقها، ونحاول يعني نتجنب يعني ننبه السيارات الخلفيه، ربما السياره الخلفيه ما تشوفش خطر واش كاين. انايا نبهها باش استعمال الاضواء الخلفيه. سواء الفرامل فديتراس. والغمازات. فديتراس. قادر تعمل حتى يعني اللمس على الفرامل بضغطة خفيفة يفهم يعني باللي راح الأضواء شيء اوتوماتيكمون تعرف باللي راهو كاين، باللي راهو كاين يعني راهو ينذرتي فيك باللي راهو كاين خطر. كاين حاجة واحدة أخرى بزاف ما يركزوش عليها، يعني ما يستعملوهاش المرآة المرايا اللي تكون على الجوانب. كاين بزاف يسوق برك بلا ما يشوف، كاين اللي منحيهم كاين اللي يدوب ليك من الجهة اليمنى. كاين تلقاهم كما قال أخ صلاح مش منحيهم، تلقاها غلقهم. كي تقول له كي تهدر معاه ولا تمد له نصيحة تقول له راك خاطئ يقول لك باش ما شغل نتجنب باش ما يتوشوهمش ولا ما يكسروهمش. يعني شو بصح يولي ما يشوفش. يعني نقص مجال الرؤية تاعه. هذه ثاني حنايا نقولوا يعني تجنب يعني التركيز يعني التشتت. يعني احنا كما قلنا قبيلاتي الاخ لطفي تا واحد يسوق يعني وينتبه ربما التي يتحدث مع الاصدقاء ولا مع الاهل. احنايا واش نقولوا واحد النقطه نقولوها، مثال انسان يمشي بسرعه 80 كيلومتر في الساعه يعني بسرعه متوسطه في طريق سريع ولا في طريق عادي، ربما النظره ثانيه واحده هي راهو مجال الرؤيه المسافه اللي ما شافهاش هي 22 متر، حوالي 22 متر ما شافش واش كاين فيها، قادر يخرج له حيوان، قادر يخرج له انسان، قادر يخرج طفل، قادر تكون شحال من حاجه، وهذا قادر تكون تخرج سياره، يخرج شاحنه، يعني ما يشوفهاش في هذاك المجال وفما يسرى حادث. كاين حاجه واحده اخرى سلوك ايضا اخر نشوفه انا غير اخلاقي وغير انساني، الناس المدخنين ربي يعافيهم ان شاء الله يا رب، يكون يدخن السيجارة ومن بعد يرمي الطفية هذيك للزجاج وهو يسوق. كاين وين تكون دراجة نارية من اللور، كاين بزاف حوادث يصراو بهذا السلوك اللي يشوفوه هما يستصغروه يشوفوه بسيط جدا لكنه يهدر أرواح صحيح. الكثيرين. يعني النقطة هذه يعني هي من باب التربية، يعني بين قوسين نقولوا من باب التربية. السيارة كي تعود تسوق كمدخن او كمستعمل اي ادمان، ربما يفتح النافذه تاعو يطيش القوبلي السجائر شحال من حاجه، ربما الدراج يعود ربما يسوق ربما قادر حتى يقيسوا بها يعني 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 ضرب مباشر يعني صارت حوادث يعني ماهيش ضرب غير مباشر، ربما تسقط في الارض، ربما كاين حاجه يعني بالنسبه للدراجات قشور الموز قادرة يعني تسبب انزلاقات، ربما يعني بعد الأكل بقايا الأكل يعني نشوف يعني حاجة حتى في مشوار يعني علاش يعني علاش ما نديروهاش يعني في السيارة كاين يعني يعني حاجة حط فيها الفضلات يعني أو السجائر توجد يعني 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 مدفأة خاصة يعني في السيارات، يعني سيارة نقولوا مش نقولوا كل نقولوا
جل ولا اغلبيه كاين اللي يقول لك ما نوسخش طوموبيلتي يعني ولكن خلي سبحان الله بالعكس يعني نقولوا ربما نحافظوا يعني ربما نمدوا نظافه للمحيط من بعد يعني نهتموا اول حاجه بالمحيط نهتموا بالمركبه تاعنا صحيح يعني صح ما يكونش انسان طبع الاناني يعني يقول لك انا السياره تاعي تقعد يعني تبقى نظيفه والخارج يعني ما يهمش لا نكونوا جانب الجانب الايجابي نحافظوا على المحيط ربما توقف يعني تكمل لاجورني تاعك او في المساء يعني تجي خارج هز يعني وش عندك؟ عندك في اماكن خاصه تحط حاجه وخلاص ممتاز. يعني ماني حاجه يعني ماهيش حاجه يعني كبيره ممتاز يعني تكون انا نمشي بالمبدا هذا وانت تمشي بالمبدا حتى يكون المحيط تاعنا يعني نصيحه نختزلوا بها الموضوع نصيحه اللي نقدموها يعني للموضوع يعني في الموضوع هذا يعني نحاولوا يعني نكونوا يعني سياقه نكونوا ايجابيين يعني دائما نكونوا يعني حنايا نسوق بسياقه ايجابيه سواء دفاعيه او وقائيه يعني نمدوا النصائح نكونوا يعني كي نشوفوا الانسان غلط حنايا نمدوا النصيحه نحاول نوفر الوقت لينا يعني ربما يعني نجنبوا يعني السياقات المناورات الخطيره او السياقات الخطيره اللي تكون مسببه لينا والغير احنا كل الايجابيه ديناها من عندك لنا اليوم شكرا لك استفدنا كثير من خلال هذه التوصيات صح طبعا شكرا لك استاذ عبد الباسط على هذا المعلومات اللي قدمتها لنا فيما يخص السياقه الدفاعيه العديد من المحطات والعديد من المواضيع اللي حنتكلموا فيها في صباح الشروق لنا اليوم يوم الاربعاء يتميز بحضور الورشه المخبريه اللي حنجيبوها في صباح الشروق نتكلموا في كل مره على خلطه كيميائيه من الخلطات اللي يستعملوها في البيوت الجزائريه كالمقشر اللي حنعرفوه اليوم مع المختصه الكيميائيه ديالنا حليمه احمد نتنقل لها للورشه حتى نكتشفوه مع بعض صباح الخير ليش بالله نشرب قهوه بالعادي باش صباح الخير صباح الخير اهلا سيدتي مرحبا بك مقشر لبان اللي احنا نعرفوه اليوم لواش يستعمل؟ لبان الذكر يستعمل طبيا يعني يعالجوا به بعض الامراض اللي يشربوه ولا في نفس الوقت يخلوا به التجميل ممتاز شوفي استاذه حنعرفوا هذا الشيء معاك نصلحوا فقط خلل بسيط في الميكروفون ونرجعوا لك بعد مكملين مع الفقرات نذكروا برك المشاهدين برقم التليفون للكل التواصل والتفاعل معنا من خلاله ايضا تطبيق الواتساب متاح للجميع يمكن انكم تتفاعلوا وتواصلوا معنا موضوعنا الرئيس اللي اخترنا التفاعل اللي اخترنا نتحدثوا معكم من خلاله ولا عليه هو التسامح اذا كنتم انتم من الناس اللي تطلبوا السماح وما تجيكمش عيب ولا استصغار ولا انقاص من مقامكم انكم تطلبوا السماح من شخص اخر. نذكروا برقم التليفون يمكن للكل التفاعل معنا والتواصل من خلاله وعندنا بزاف مواضيع حنعيشوهم مع بعض ومحطات متنوعه ايضا. ونكملوا في فقرتنا فقره الورشه. يلا نرجع. نرجع عند المختصه ديالنا حليمه احمد اعتذر منكم للمشاهدين كان فيه خلل بسيط في الميكروفون عالجناه وصلحناه كنا نتكلموا على اللبان الذكر. بون كنا نقولوا لبان الذكر نستعملوه في التجميل هكا هاوليك اللبان الشكل تاعو كيفاش يجي وراه الكاميرا كاميرا هاي ليك ولا نروحوا عند رضوان معليش هاي من هنا هاي اوكي هاوليك باش نشوفوا برك الشكل تاعو كيفاش يكون ولازم يتباع هكذا يتباع الشكل تاعو ويتباع هكا والبلاصه اللي نجيبوه منها لازم تكون مكان ثقه يعني اللي نمس بيدي معليش ماشي خالص ماشي مشكل اوكي معروف هو وكانه هذاك يشبه العك صنوبر إيه؟ بصح هو ماشي عك صنوبر لا هو صمغ هو كيما الصمغيات اللي يجوا من الاشجار هذا ثاني هذا يا صمغه تجيب من الشجره وشنو هذا ما كاش في هذه النبته بالذات الشجره هذه ما كاش في الجزائر هكا نستوردوها إيه كاين في بلدان عربيه كاين اللي عندهم هذه الشجره هذه معروفه عندهم دير هذا اللبان او ليك حنا طحناه باش يساعدنا على التقشير الحبوب هذا بعد ما طحناه نطحنوه رقيق ونصفوه اوكي هكا نسحقوا هنايا جوز الهند جوز الهند هذا يا مبشور هذا يا مرحي مليح بودره وكانه بودره بودره هذا يصلح للتقشير هذه بودره تاع التقشير اوكي هكا هذه معها سكر مسحوق هكا كميه قليله تاع سكر مسحوق هذه ثاني تساعد على التقشير اوكي لانه الوجه ما نسحقوش السكر الخشن هذاك السكر تاع القهوه ما نقدروش نديروا به لواش يستعمل هذا
هذا حنقشروا به، هذا كامل حيعاونونا على التقشير. ربما الانسان اللي عنده باش لا التقشير هو واش يصلح، التقشير يصلح لنا كامل. أوكي. كامل الناس يسحقوا تقشير الجسم، فروه الراس وفروه والبشره الوجه. البشره الوجه راح تنقص لك اللبان ديجا، راح ينقص لك ليطاش شويه، يساعدك على تنقص ليطاش، ينحي لك الخلايا الميته اللي تكون لك طول الاسبوع، وينحي لك الغبار وكامل اللي نستقبلوه كامل الاسبوع. مناسب لكل انواع البشره؟ مناسب لكل انواع البشره، وخاصه البشره الحساسه، لاني ما درتش ماشي خشين هذا، درناه رقيق، وثاني استعملنا معاه جوز الهند باش يرجعوا خفيف شويه على البشره. عندنا هذه هي قاعده المقشر، هذه القاعده. هذه القاعده هذه مخدومه بزبده الشيا. اوكي. هكا ديجا زبده الشيا مرطب، وهي اللي حتحمل لنا هذه المواد باش تقشر. ونخدموا نديروا زيوت كما درنا زيوت زيت اللبان لاخاطش حنخدموا باللبان، ودرنا زيت الكركم هكا مستخلص. طيب. كركم. ودرنا فيتامين او ماده حافظه. أوكي. هذا باش يساعدنا على التقشير. هذا راهو حاضر او جاهز؟ اي هذا حاضر، هذا كان لازم نحضروه ليله من قبل باش نوجدوه، ما نقدروش نديروه في بسم الله. هذا منه بكميات و هذا كي نحطوا هذا 50 غرام المقشر، 50 غرام 50 غرام اوكي من المقشر. طيب لازم لنا 50 غرام من المقشر. معليش هكا معها نحطوا لها 50 غرام نفس الكميه تاعها تكون لبان. هكا نديروا 50 غرام. طيب بمقادير محدده. اي هذا لازم مقادير محدده في المقشر. من بعد كي من بعد حنا نعطوا المقادير، من بعد مع الاخر على حساب في اخر التركيبه على حسب التكستور اللي تخرج لنا. اذا كان كنا في الشتاء راح الشوم هذوما زبده الشيا راح تجمد شويه، تما ما تحملش بزاف. اذا كنا في الصيف راح تقدر تزيد تتحمل اكثر من هذا. ممتاز. هذا نديروا 10 برك. هذا الجوز الهند 10 ونعاونوه بشويه سكر ودرع. مسحوق السكر. يعني مسحوق السكر. اوكي 10 غرامات مع 50 غرام من هنا و 50 غرام من هنا. هنا قبل نخلطوا. اوكي. وربما هذا يتحط في الثلاجة فيما بعد، وشحال عدد؟ لا هذا فيه مادة حافظة. خلاص. ما يتحطش في الثلاجة، وفيه مادة حافظة على حسب المادة الحافظة. كاين مادة حافظة اللي تشد له 6 شهور، وكاين مواد حافظة اللي يشدوا عام. طيب. يعني عادي ما فيه حتى مشكل، أصلا ما فيهش ما فيهش الماء. وعدد الاستعمالات في الأسبوع أستاذة؟ مرة واحدة في الأسبوع هذا تكفي. مرة واحدة. هو التقشير هذا يسموه تقشير فيزيائي، هو التقشير الفيزيائي لازم دائما يكون مره في الاسبوع. هكا البشره تكون ناشفه ولا تكون مبلله شويه ولا كيف؟ من الاحسن تكون مبلله شويه. أوكي. اذا كان وحده، اذا كان الواحد ولا الوحده اي. طيب. واحد. طيب. يستعمل يدير حمام بخار للوجه. طيب. من الاحسن اللي يكون. طيب. يعرف يدير حمام بخار للوجه، كي يتحلوا شويه المسامات يكون من الدي الوجه نقدروا نستعملوا هذه. شغل سهله تجينا فاسيلمون نستعملوها على الوجه باش ما نجرحوش وجهنا كي يكون جاف. نغسلوا به ولا نحطوه كماسك؟ لا لا نحطوه عادي. نديروا شويه نحطوه نطليو كامل الوجه. الوجه. نخليوه. لا كان عندنا بشره دهنيه ولا كان فيها بزاف المسام محلوله ولا نحبوا نخلوه شويه حتى 10 دقائق، ومن بعد نديروه قوماج نقوميو به نديروا التقشير هذاك دوائر. ما نفركوش بزاف الوجه باش ما نجرحوش. نديروا دوائر ومن بعد نشلو وجهنا عادي بماء عادي ما بارد نورمال. ومن بعد موراها الا كان عندنا هذه في العنايه، الا كان عندنا ماسك من الاحسن نديروا ماسك، ولا على الاقل نديروا كريمه مرطبه موراه بعد ما نجفوا الوجه. ممكن نجفوا الوجه ما نجفوهش بطريقه حرشه لا لا حكوش. فقط شويه برك اللي حوس يعتني ببشره تاعو لازم يكون لطيف ما يجرحهاش يعني ما يكونش ما يطرهاش ما يطرش عليها. هكا احنا ديجا فوالا احنا ديجا كنا درنا فيه هنا مستحلبات. المستحلبات هذه تساعد على دمج، كي نغسلوا ما يوليش وجهي مزيت. المستحلبات تعاود على دمج الزيت مع الماء تعطينا ماده كريميه هكا كي الصابون. لزيجة. لا ماده كريم ماشي لزيجه كي الصابون باش ما نحسوش. نحسوا وجهنا رطب بصح ما نحسوش يكون ناشف. يكون ناشف. ايه فوالا ما نحسوش مزيت من بعد نحسوه برك شباب. هذا يا ثاني مستحلب واسمه توين 80. اوكي. بولي سوربات 80 واسمه. ممتاز. نزيدوا احنا شويه. بشحال؟ احنا ديجا كنا دايرين المستحلبات هذا نقدر نديروا خمسه. مزاره. ايه. خمسه برك في هذا الترتيب. طيب. هكا. هذا ثاني باش يساعدنا. اذا كان حبينا، اذا كان وحده تحب عطر تقدر تزيد. انا ما نحبش العطر في المواد الطبيعيه. لكن واحد تحب العطر ولا تلقى عطر اللبان ولا ديجا انا دايرين زيت اللبان تقدر تستعمله.
هذا ذكرنا وش الوجه يليق؟ مقشر. مقشر للوجه. مقشر للوجه. ينحي كل البقع. هذا اسمه البقع. تقشير الفيزيائي، هذا اسمه فوالا، يعاون على إزالة البقع. إزالة البقع ولا البثور ولا المسامات المفتوحة ولا. وكامل أنواع البشرة اللي يصلح لها، اللي عنده حساسية. يقدر يستعملها اي واحد. اي واحد، لانه ما فيهاش مواد خطيره. سيده احلام، انت اللي ما فتقوليها سيده حليمه انها نضع قليل هنا في الطبقه صغيره حتى نشوف اذا ما كانش فيها التهاب ولا رده فعل ماشي مليحه من البشره تاعنا. نسيو المنتج، اي منتج نشروه، اي منتج نشروه من السوق ولا نخدمه ولا دائما ولا هنايا هذه البلاصه ثاني دير الحساسيه بسرعه. بصح هما منتوجات كيما هذا ما طبيعي. حتى انا دائما نشوفوا هي دائما نكون اللي يكون عنده بشره حساسه هذاك الحساسيه المفرطه كيما الاكزيما ولا السورياسيس هو اصلا ما راح يروح لهذا المواد وحده على باله بلي ماشي حيدير هكذا راهو جاهز؟ هكا يكون جاهز، نخلو حنا نخلطوه مليح، بعد نعلبوه في العلب. ديجاني دايرت له ماده حافظه، وانا داير له فيتامين او، تسمى ما كان عنده حتى نعقمه فقط العلبه ونديروه. مره واحده في الاسبوع؟ مره واحده في الاسبوع لمدة فقط. شحال يشد لنا هكذا؟ كمية لا تشد لك بالك تشد لك كاش ثلاث شهور ولا هذا البطا يبقى بيان شو هو فيه ماده حافظه يتسم اقل ماده حافظه ممكن تشد هي ست شهور. اوكي ممتاز، شكرا لك سيده حليمه. شكرا لك. خلينا فقط نوجه تحيه خاصه للسيده زهية بن عروس الوفيه لبرنامجنا اللي تابعنا دائما. توجه صلاح سلامها لطفي وصلاح تقول لنا تحياتي وسلامي لكل عائله شروق. بالنسبه للسلق هي عندها طريقة، شاف نديم إذا هنا يسمع، عندها طريقة أخرى عبارة عن قرصة كيش، تخدموا كيش بإضافة البيض والقشطة لاكريم فريش والجبن، أي بعثتي لنا على الطريقة التقليدية سيدة زهية، وديروا في الفور وبالصحة والهنا إن شاء الله يا رب، وقتاش تجينا لهنا وطيبينها؟ والله هي شو وقتينا؟ هي صح فيه مطاعم تخدموا بهذه الطريقة، أنا تخدم في مطعم بهذه الطريقة ولذيذ جدا، فيعطيها الصحة. وحتى البوراك يعني يصلح، أنا نحب البوراك بالسلق. الحشو ولا هذوك البيتزا صغار السلق ولا بيتزا صغار بالسلق هذوك ولا كيش صغار. ندم راك مع زوج يتشهوا بزاف. شاهيناكم بالجنه يا ناس يا طيبين. احنا عندنا موضوع نروحوا نشوفوا مع بعض تقرير على العيون تاع القصبه العليا اللي منذ زمن وعصور وعصور ما زالت تدفق وتر. شحال فيها من عين؟ فيها العديد، فيها الفوق، فيها التحت، فيها في الوسط، فيها وفيها، وكل مرة يقولوا لنا رقم ولكن يختلفوا عليه المؤرخين. خلينا نشوفوا إكرام هي اللي راحت. إكرام مقراني. زميلتنا إكرام مقراني، تابعوا مع بعض، هاته الورقة، تفضل. صباح الخير عليكم أنتم متابعي برنامج صباح الشروق. اليوم في فقرة زمان وحكاية حبينا نحكو على عيون القصبة، وشكون فينا اللي ما زارش القصبة وما زارش العيون نتاعها. اليوم مع عمي عمر شلابي راح يعطينا تفاصيل هاد العيون، ما لبقاو معانا وتابعونا. واش معناتها بير جباح؟ كان لهنا كانوا يربيو النحل. جبه هذايا جبح تاع المحل، الور سماوه لهنايا هذا المكان هذايا مع الاخر رانا في باعالي القصبه، كان هنايا جبل وين يربيو النحل وداروها جباح، هي جبح تاع النحله، هذه هي المعنى تاعها. وتبنت هذه في القرن 16 باش واحد يعرف اللي البناء تاعها كان في القرن 16. نهار جاوا الاندلسيين والاتراك يحبوا يزينوا خاصة العيون، العيون كما يقولوا هما اللي كانوا وجه تاع القصبه. والناس علاه داروهم؟ داروهم كما يقولوا صدقه جاريه، الناس تجي طالعه عيانين من تحتها غير يلحق للعين يشرب، عنده كما يقولوا يدعي للناس اللي بناوا هذه العين ويحبوا يشبعوها، لان العين هي كما يقولوا وجه القصبه. إذا العين المزوقة على سموها عين المزوقة، هي الحكاية تقول باللي كانوا هنايا في وقت في رمضان، في رمضان وخاصة بين 27، هذاك 27 كما يقولوا نهار يعني مبارك بزاف، يجيو لهنا العين المزوقة يزوقوها، يزوقوها ويديروا لها ألوان كذا، هذه العين قلت لكم في القرن 18. هاوليك لهنايا عين تاع سيدي رمضان،
هذا المسجد هذا تبنى، نقدر نقول لك باللي الاول اللي بنى في عهد بلوغين بن زيري بن مناد الصنهاجي. هاد العين هذه راهي تبنات هنا في القرن 13، راكي تشوفي كما يقولوا لو ديكور تاعها، هذا الرسم هذايا هو امازيغي، هذه هي بين الاولانيين. وما يخفى لكمش باللي هنايا كي كاين المسجد واولياء الله الصالحين هنايا سيدي رمضان، دائما يديروا عين اللي هنا قبل ما يدخل الجامع لازم يشرب لنا، هذه بركه تاع سيدي رمضان. احنا بدينا ندردشوا مع ضيوفنا، موضوع مهم في تفاصيل الموضوع لانه باش نصلحوا المفاهيم. شفت احنا ما راحش نحكيوا على تنظيف البيوت وانما على تنظيم فيها كذلك. تنظيم تنظيم وترتيب البيوت. وكاين شركات ما راحش نحكيوا على المسيح وتزرزير، ولكن كاين شركات مختصه في هذا الشيء كذلك. خلينا هذوك هذاك جانب اخر، شق اخر. احنا راح نركزوا الناس اللي يرحلوا بزاف هما اللي راح يفهموا مدى صعوبة تنظيم البيوت وترتيبها خلال الرحلة وأثناء الرحلة وبعد الرحلة. راح تكونوا مطمئنين للآخر لأنه فيه شركات صارت هي تهتم بكل هذا الأمور، ترتب لكم بيوتكم بطريقة ذكية جدا حتى أنتم ما تحيروا. صحيح، حتى ربما الناس اللي ماشي في رحله ولكن ما عندهاش الوقت للعمل المنزليه تاعها، في شركات مختصه في هذا الشيء في التنظيف وسهوله يعني تخمل لك في التنظيم. صح، هذا الموضوع جد مهم وهي ثقافه انتشرت بكثره في المجتمع الجزائري في هذه الاعوام الاخيره. خلينا اليوم نرحبوا بنبيله وايمان حاليت اللي هما مسيرات لشركه تنظيم هنا في الجزائر. شكون نبيله؟ شكون ايمان؟ يسلمك. انا نبيله. مرحبا بك سيده نبيله. مرحبا. مرحبا بك ايمان، نورتونا بحضوركم. والشيء اللي خلاكم تفكروا الفوضى اللي نعيشوها؟ من جات الفكرة؟ عندكم تخملوا لنا بيوتنا، من جات الفكرة؟ هي يقول حاجات كيفاش يقولوا الحاجات هي تدير الوسيلة، فربما انتم تهلي على خدعة. ايه خمم فيها وبعد قولها. هل طحتوا في موقف خلاكم هي أم الاختراع؟ الحاجة أم الاختراع. ايوه هذه هي. يلا خلينا نفوتوا في التفاصيل. على حسن نورتونا نورتونا. هي في الحقيقه هي الصح الحاجه ام الاختراع. صح. هي حنايا كما نقولوا في حياتنا اليوميه عندنا كما نقولوا مع العصر دوكا تبدل السرعه والوقت الانشغالات اليوميه والانسان دوكا راهي تميل بزاف للتغيير. من داك وتغير دارها وتغير كذا، وشنو هي اللي الصعوبه اللي يتلقاوها؟ انه زعما باغ اكزومبل الانسان يخمم اول حاجه الرحله وكيفاش وكذا وكذا، حنا خممنا فيهم خممنا فيهم وسهلنا عليهم الامور باش الانسان ما يخافش كاع من التغيير. ما يخافش من التغيير، حنا رانا هنا باش كيما نقولوا سهلوا لهم الحياه. اولا كيفاش جاتنا الفكره؟ شفنا بلي هذا الشيء ناقص بزاف في بلادنا، يعني في البلدان الاخرى كاع عندهم هذا يعني هذا الكونسيبت، صحنا في بلادنا للاسف ما كاش. خممنا في هذا الشيء وماذا بينا كيما نقولوا نزيدوا نطوروا بلادنا ونزيدوا لو بلوس باش الانسان يصح يسهل له الحياه. وين يدخل مجال عملكم انتوما؟ بون خلاص حكينا على الرحله وفهمنا انه الناس يعني كيفاش يوظبوا المتاع نتاعهم والقش نتاعهم مشكل كبير راح تخلصوهم منه. حكيتي لنا انت على تنظيم البيت وترتيبه، نحكيه هنا على الديكور تاع المنزل ولا طريقه ربما ترتيب الاواني، ترتيب الملابس، ترتيب الديكور داخل البيت. ايمن هي في لا سبيسياليتي تاعنا هي في الترتيب. ايه يعني كيفاش كنقولوا الترتيب سي كوا؟ يعني كل حاجه عندها مكانها الخاص بها. ايه كي تكون فوضى عندها كل حاجه ماهيش في بلاصتها، يعني الحاجه ماهيش في بلاصتها كي تكون فوضى. ايه دوكو حنا لو كونسيبت تاعنا سي الترتيب، الحاجه لكل حاجه لازم نديروها بلاصتها، بهذه احنا نربحوا بلاصه في الدار، احنا نربحوا وقت، نقعدوا نحوسوا على هذه راهي نحوسوا على حاجه ما نلقاوهاش، كي تكون في بلاصتها حنلقاوها بلو فاسيلمون. دوكو حنربحوا وقت في حياتنا وحنربحوا كما يقولوا راحة بال، يعني كي تقعد تحوس تستريسي باغ اكزومبل عندك ان رونديفو امبورتون، عندك موعد، عندك تقعد تحوس على هذيك الحاجه تو ديكو تي فاسيت ستريسي قبل الموعد هذاك. صح، انتم تعاودوا تخملوها منهم. فوالا ديكو كي الدار تكون مرتبه بيان والشغل ليسباس ديجاجي كل حاجه في بلاصتها، دايوغ ميم شغل تكون الاز ديجا في ذاتك تكون الاز، وميم تو تربح بزاف وقت، راح تربح راحة بال، راح تربح حضور الزبون ولا في غيابه، لانه كاين ناس يقول لك انا يحب كل شيء، يحب هذيك الفوضى، يقول لك انا نشفى على صوالحي وراني حاطهم، لكن كي تخمل له داره يقول لك ما نلقاهاش.
صالحة وما نشفاش عليها الراي. هي صح في الحقيقة صح، هذه قلنا تقول لك لا لا خلي لي لي روبيغ تاعها. بصح حنا نقول لهم لي روبيغ تحفظوا لي روبيغ صح. بصح حنا نقول لهم خلينا نحطوا اللمسة ديالنا باسكو هي لازم عباك لكل بلاصة لكل الغرض عنده مكان ديالو محدد له. كيف نعرفوا هذا الشيء؟ أنتم كمختصين ربما ولا؟ مختصين فضلين. يعني حنا عندنا شغف في هذا الشيء وزدنا درنا دورات تكوينية يعني الحمد لله في هذا المجال. فوالا بيان سور مختصين في هذا الشيء، كان مش مختصين ماكش انت تبان وكل واحد فينا تحسب له الترتيب تاعه هو صحيح. كملي لنا على لي روبير هذو اللي فوالا جوستومون كل واحد فينا تحسب له هو الترتيب تاعه هو صحيح. ما عنده هذاك لي روبير يحط البلاصه هذيك تما بوغ لي سا دو مي نو لوجيكمون ماشي هذيك هي بلاصتها. لو كان حنا كنروحوا مولفين وحده عند دي كليون كنرتبوا لهم يقول لك يا تيان فوالا هذا هو الترتيب الصحيح، تكون الترتيب يكون عملي اكثر بلو فونكسيونيل حيجيها قريب على حسب كما يقولوا الاولويات تاعها. باغيزون فلا كويزين جو سي با انايا ليفي زعما هنا نحطوا الماء كيسا مش حيكونوا من الجهه اللي اوتوماتيكمون لازم يكونوا في بلاصه قريبه وين الماء زعما وين صح لا كويزينيغ تدخلوا حتى في الديكور بيان سور ميم الديكور نبدلوا كما يقولوا ديروا لمسه للغرفه هذيك نديروا لها الديكور باش تكون ضاويه اكثر وباهيه وكما يقولوا باش تقعد فيها بارتياح. طيب سيده ايمان او سيده نبيله انا سؤالي راح يكون على هي ثقافة جديدة أو الجزائري اليوم يكتشف فيها. حنا الجزائري والجزائريين كاملة عندهم البيوت تاعهم عزيزة والأمور اللي عندهم في البيوت تاعهم عزيزة خصوصية ديالهم كذلك. الثقة هنا عندها عامل كبير. كيفاش الجزائري حتى يعمل ثقة في هكذا شركات جديدة تاع تنظيف ولا تنظيمة وتدخل البيوت ديالهم وتساعدهم في الأشغال بالأخص ربما أنتم يتعاملوا معكم كسيدات مباشرة خلاص كاين عامل ثقة، لكن الشباب ربما اللي توظفوهم اللي يجيو للدار ويدخلوا للدار ويخملوا على حسب ما فهمت يعني الزبون ما يدير حتى حاجة يدخلوا للدار هما يخملوا يفرزوا الأمور ويجيبوا معاهم كلش علب أكياس كلش 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 يخملوا ويعاودوا يديوه للمكان اللي رايح يرحل ليه. هنا كيفاش تختاروا أنتوما الموظفين اللي عندكم والشباب اللي عندكم؟ معايير نلش كما نقولوا اللي نخيروهم لازم يجوزوا على تدريب في فورماسيون وكما نقولوا عامل ثقه لازم في البدايه تكون بالحضور ديالنا حنايا كما نقولوا نختاروا العباد يعني الاصح لهذه الخدمه يعني ما نخيروش هكذاك عشوائيا باسكو الثقه تلعب الدور. وحنا الحمد لله على بالك الزبائن تاعنا صح يكونوا يتردوا يشوف برك يشوفونا في وجهنا يرتاحوا هذا الراحه من عند الله سبحانه وتعالى ما كيريح الخطره الاولى بالك ما يكونش بصح كما نقولوا تولي المعامله تاعو يكون يخلي لنا الدار ويروح ويجي ويكون ساتيسفي والناس ولات تميل هذا الشيء باش تجي هذاك الجانب تاع المفاجاه يجي يشوف الديكور قاعد تبدل الناس ولات تحب تروح تفرح نفسها وحنا نشاركوا في نشر الطاقه الايجابيه كما يقولوا ماذا بينا نحيو كاع الضغط على الزبون ما يدير والو ما يرفد والو ما غرفه ما يرفدهاش على بالك حنا الجزائريين متعاطفين جدا وهذاك التعاطف تاعنا سبحان الله خلى الناس اللي تجيبهم يخدموك تعاونهم بمقابل يزعفوا كي ما تعاونهمش يقول لك ارفد معايا دير معايا هذه عاوني حتى انت تحشم حتى في التنظيف تلقى عوائل جزائريه تجيب ربما منظفات تلقاها هي واقفه معاها هاكي جبتي مساعده ديالك فربما هذا الشيء كذلك شائع في الوسط الجزائري صح؟ دور الزبون نقول ماشي يعاوننا باغ اكزومبل يعاوننا كي نديرو زعما لو تخي تاع لي فيتمون ولا راح يعاوننا بالك يشوف حاجه ما يلبسهمش فوالا حاجه اللي يمدها ولا حاجه اللي يتخلص منها فهاد الشيء اللي يقدر يعاوننا الزبون مي كوتي الخدمه حنا شغل نهتموا بكلش حنا اللي تهمنا راحه الزبون ويكون ساتيسفي وحنا لو بيت تاعو اللي جابنا انه يقتصد وقت وجهد وفوالا سي سا لو بيت باسكو كاين ناس يجيبونا شغل يروحوا يخدموا خدمتهم يولوا يلقاونا جوغ درنا كلش يعطونا زعما وشي لازم نديرو يعطونا فوالا دي بوان وحنا نديرو خدمة مسؤولية كبيرة لأنه كاين بعض الناس بعض البيوت عندهم تحف داخل المنازل بالأخص اللي تكون رهيفة يعني حاجة تاع الزجاج كيفاش تتعاملوا معاهم أنتم كمؤسسة؟ على بها نخيروا مليح اللي نخدموا اللي يخدموا عندنا نخيروهم كما نقولوا بعناية وحنا عندنا كي دوكا الحمد لله كاين يعني وسائل يعني تاع التغليف وكذا كاين معايير عالمية الحمد لله يعني لكل حاجة عندها كما نقولوا حاجة ماشي بالجورنال و دوكا خلاص سي بلو كوم افون دوكا خلاص دوكا كاين البابي فيلم هذاك بابي ابول دوكا ميم لي كارطو حنا نوجدوهم اي تو باش نحافظوا على هذاك الاثاث باسكو دوكا كل الشباب وكل غالي الله يبارك وحنا مادا بيا الكليون يكون ساتيسفي بالك حنا نكونوا نخدموا له ونكسروا له حاجة بالك عزيز عليه بالك هذيك الخدمة تنقص من كما نقولوا من القيمة تاعها مي حنا الحمد لله جامي تلقينا هذه المشاكل. كيفاش تسقفوا الاتعاب تاعكم انتم؟ كيفاش تحددوا الثمن اللي من خلاله ربما تقدموا الخدمه للزبون؟ لانه تختلف البيوت والمنازل، تركزوا على عدد الاثاث، نسبه الاثاث اللي عنده،
ولا حجم البيت ولا كيفاش؟ نسبة الأتات زعما إيه؟ كيكون ترتيب نسبة شحال كاين الملابس، لا كونتيتي تاع الملابس، ليسباس شحال زعما قد منه شحال كاين ليسباس، وثاني ليطا تاع الدار زعما الفوضى اللي كانت فيها. باسكو كاين فوضى كبيرة وكاين فوضى جوغ منظمة. فوضى منظمة. فوضى منظمة. على هذه هادو كاع داخلين باش نديروا استيماسيون دو بري باغ. روحوا تشوفوا قبل ولا يبعث لكم صور ولا كيفاش؟ دوكا عصر التكنولوجيا وعصر السرعة يبعث لكم بالصور يصوروا يبعث لكم. ولما ربما يحجز موعد شحال المدة باش تجوا؟ هل في ذلك اليوم ولا في لا ماشي في نفس باسكو احنا الحمد لله على بالك الناس قاعدين نسمع الحمد لله عندنا قبول كما نقول الحمد لله. الانسان يشد موعد يساعده هو وحنا نعطوا له موعد باسكو حنا ناخذوا زبون واحد في اليوم. هكذا هو حنا كنا شفنا لا فيديو ولا الصور ونكون هضرنا على الثمن باش الانسان ما ينصدمش ولا تفصل الاسعار تاعنا راهي الحمد لله في متناول الجميع. الحمد لله متناول الجميع. ومن بعد ننظموا هكذا نديروا وقت نديروا ان كرينو وكما نقولوا ونروحوا. حنا نسيو لو ماكسيموم باش يساعد لو كليون، الوقت اللي يساعده هو والنهار اللي يساعده. فوالا دونك يشد رونديفو لو بلوتو بوسيبل على لافونس يعني قد ما يشدوا من قبل مليح ليه. شحال عدد الايدي العامله اللي عندكم شباب؟ على حسب ليطا كيما قلت. انتم شحال راكم موظفين ناس معكم؟ باسكو حنا عندنا دو زيكيب، عندنا ايكيب تاع رجال وعندنا ايكيب تاع نساء. كاين حتى الرجال هما اللي يحملوا هما اللي عندنا. والنساء اللي يخملوا داخل. حنا عندنا اللمسات الانثويه تاعنا التنظيم والديكور. جميل. برافو. لطفي هي ثقافه جديده ربما على المجتمع الجزائري والناس راهي تكتشفها سواء في التنظيم كما انتم سيداتي وكذلك في التنظيف لانه الشعب الصيني معروف في الترتيب والتنظيم. اكيد اكيد. ياباني الشعب الياباني. الشعب الياباني. فاليوم خلينا نعرفوا راي الشارع الجزائري والجزائري فيما يخص هذه الثقافه الجديده. سواء في التنظيف ولا في التنظيم أكيد. في ميكروفون زكريا فريدي تفضلوا معنا. موضوع مهم جدا على كل واحد. هذه ظاهره جديده في الجزائر ما كانتش عندنا على الامور هذه. كان الانسان يفرح كي يجيب زوجه تاعو ولا كان مع والديه هما اللي يديروا كلش. انا صراحه من الاحسن ما نجيبهمش. من الاحسن تكون فان دو ميناج باسكو فان دو ميناج هذا يعيط له هذا ما يعرفوها الناس يدخلوها لدارهم. دوك الشركات هادو جدد هادو ما دوك الا كان عنده كما قال لك الريجيست تاعو معروف عنده تليفون عنده لادريس من امريكا وعلاش لا كاين باغ اكزومبل عائلات وين المراه والراجل يخدموا عندهم كما قال لك فيلا ولا عندهم ليسباس من كما قال لك فاند ميناج وحده ما تجيبش دير واسم يعيطوا لهاد الشركات هادو. انا يا اخي انا بالنسبه لي انا والله ضد عن الظاهره هذه يعتبرها الظاهره باش نجيب انا شركه تنظف لي داري. ولكن ما نقولوا بصراحه الانسان ما بود راهو عنده دار وعنده دار وعنده مولات الدار مولات بيته مولات البيت هي اللي تنظف دار. علاش نجيب انا شركه اللي باش تنظف لي داري وانا عندي مولات البيت اللي تنظف لي داري؟ انا والله غير ضد هذه الظاهره هذه. ما نقدرش نعطي لك مون افيا 100% مي انا بالنسبه لي ما نشكش ما فيهاش. كل واحد ينقي دارو ما كاش كيفاش تروح وتخلي لهم الدار ينقوها لك. دوك واش نقول لك دوك انا دوك هذه الفكره هذه دوك بالك تساعد واحد اللي كيما نقولوا شغل كيما نقولوا باين عنده شغل عنده كيما نقولوا دار باينه تاع شابه دار شغل كيما نقولوا فيها اللي تاع فيلا شغل باينه شغل اللي كيما نقولوا باينه هذاك اللي تساعدوا. رايك بصح انا ما نوافقكش كاين ما جاتش في الدار شابه ولا كاين اللي عنده بيت وكوزينه ما يعرفش يخملها بالك. ما عندوش الوقت ما عندوش الوقت كما قلت. كاين اللي يكون خدام كاين اللي يكون هو شاب اعزب ربما وخدام وعنده دار ساكن فيها ما عندوش الوقت باش يخمل. وحتى السيدات كاين سيدات اللي يكونوا عاملات وموظفات ما يقدروش وبالك حتى باكيته في البيت عندها ظروف خاصه بها اكيد بالك عندها ابناء بالك باش ترتب مليح البيت نتاعها. انتم وين مجال تخصصكم هنا في العاصمه برك؟ لا سيون دو سي ولا تعملوا خارج العاصمه؟ في الولايه بيان سون سو دي بلاس في كاع الولايات يعني الحمد لله دوكا عندنا نكبروا في ليكيب تاعنا ان شاء الله حنا نغطي كاع التيريتوار ناسيونال ان شاء الله فوالا وانا نكبروا ليكيب تاعنا بشويه بشويه. يعطيكم الصحه اللي جيتونا حبينا كثير الفكره وحبينا تواجدكم معنا في برنامج صباح الشروق. كل التوفيق لكم ولكل الشباب اللي يعمل في المؤسسه. احنا مكملين في الساعه محطاتنا وفقراتنا تلفقوني لمطبخنا الصباحي او وجه الطاجن وجه الطاجن شكل لخلك نديم تفضل. ها ورانا لاحقين؟ نعم لهنا السلخ تاعنا انا بعد ما طابت لنا البطاطا درنا السلخ تاعنا اللي درناه اليوم في الطاجين. الله الله واحد الريحه راهي تريح شهي صالح. هذه لازمها المطلوع. هذه لازمها المطلوع صح؟ صح لازمها المطلوع. اسمح لي وما كان لي نجي مني والو ما تزعفوش عليا. الناس اللي يقول لك لا لازم تبيعوا الحميه الغذائيه
خلينا نشم الله 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 اصبر روح نجيب مطلعات ونجوم على بالك كمل البرنامج نجيب مطلع ونجي ابعث لي الجيران ابعث لي الجيران نبغى نشري المطلع ونجي كمل البرنامج عباك واحد الريحه ما شاء الله راهي تنبعث من هذا الطبق نقدروا نديروا بالصل كما نقدروا نديروا بالفليو بالفليو نعم صح إيه؟ نعم نقدروا نديروا بالتمر صاد ايه هي استغربت هي حشيشه نبته جبليه معروفه في مليانه بزاف التمر صاد تجي فيها واحد الريحه ما نحكي لكش بنفس الطريقة لكن هي ترمى مع الاخر انت السلق رميته مع الاخر نعم خاطر على السلق تاعنا ديجا كنت دبلته شويه يطيب الخبز ما يديش وقت نعم ما يديش مشيت مدة طويلة صح كي نمسوا البطاطا تاعنا نصيبوها دخلها طياب نحطوا السلق هذاك شغل يتجمر معاها ومن بعد نعقدوها بالبيض بالبيض نعم لازم البيض كي نديروه نغطيوها من الفوق على باش ذاك البيض تاعنا يتنفخ خاطر كان ما نغطيوهاش يحبط كامل بعد اليوم راح نستمتعوا متعة وان شاء الله تستمتعوا معنا مهدات لكل من يتابعنا وكل من باقي معنا حتى الساعة والنصف ساعة الأخيرة من برنامج صباح الشروق بقيتوا معنا حتى لهذه اللحظة عملتوا مليح لأنه المكان خصناكم مكان جميل جدا وسبقنا لطفي له مكان ماشي غير جميل ما شاء الله يعني نشوفوا هذا الديكور وهذه الحلويات اللي من صنع أيادي رانيا وأمينة مرحبا بكم جونا من مدينة الورود البوليدة وكما راكم تشوفوا ما شاء الله عليهم الحلوى الجزائرية صارت القطرة وجه كبير بفضل ربما طريقة التحضير وطريقة تشكيلها والأذواق اللي فيها اللي صارت متنوعة ومختلفة نتعرفوا عليكم أول شيء رانيا مرحبا بك ربي يخليك ميرسي بوكو أنت مختصة في صناعة الحلويات ولا في الديكور؟ لا لا أنا مختصة في الديكور وأمينة مختصة في صناعة الحلويات سلام عليكم سلام أهلا أمينة نورتينا مرحبا بك على بالك راني ضايع في وسط الأواني هذو والحلوى اللي تشبه الأواني يعني والرأي الحقيقي شوفوا لي هذا الروعة شوفوا لي هذا هذاك واش ما شاء الله هذا كامل حلوياته هذه حلوة هذه وهذه اللؤلؤة حلوة هذه حسبتها فيوز أنا حسبت لي سيرفيس دخل في سيرفيس هذه بياسمونتي هذه رام يقولوا بياسمونتي اوكي عرفنا عرفنا لطفي معاهم من بعد راح نزيدوا نشوفوا اكثر كيفاش تتكل ونشوفوا المذاق اللي فيها والوش الوش المناسبه اللي نقدروا نحضروا فيها مثل هذه الحلوى امينه المناسبه هذه نقدروا نديروها بون لا سوربريز لداخل ندو توجور فيها سوربريز لداخل في هذه هذه هذا دونك يعيطوا له الكيك بومب هذه تبان لؤلؤه نو هذا كيك بونك هذه تتكل هذه هذه برا كلش نتكل هذا يعيطوا له كيك بونك بومب داك الوغ نقدروا نديروه في لي زانيفرسير في خطوبه زواج تخرج والحلوه هذيك وهذو سي سويت تابل سويت تابل تاعهم يعني يتابعوهم تابع ليها اكزاكتومون فوالا دونك عندنا لي ماغنوم عندنا لي سابلي بريستيج هذو انت حضرتيهم امينه ولبست رانيا وراهي لبست رانيا سي بيان كو لو ديكور ديكوراسيون تو ديكور هذا تاع لا طابل هذه كيما راهي اكزاكتومون تاع لا طابل وتاع لي فلوغ اللي راهم في لي غاتو حتى التزيين تاع الحلوى حتى تزيين الحلوى نعم اوكي انت زينتي الحلوى نعم اليوم واش راح نشوفوا معاك امينه دونك انا راح نطيب لنا لي بول او شوكولا لي بول ام لا انا لي بول شوكولا ما كاش بون هكا هما يجوا لا فارس هكذا على شكل اون بول اوكي لطفي الديكور هذا اللي حضرته لنا رانيا واش من مناسبه كل مناسبات الصباح وسعيدة اوكي بمناسبه بها صباح الشروق رانيا هذا واش مناسبه هذا بمناسبه تاع زعما تاع لي زانيفرسير هذا سبيسيالمون درناه لقناه شروق تي في احنا عندنا هاد الكيسه مخبيين في الدار في هذيك الخزانه اللي واحد ما يدنا لها هادو يبانو شمع هادو يبانو شموع هذيك واش الحلقه هادو ما سيدي فيغين هادو ما ينتكلو سيدي فيغين اكزاكتلي ينتكلو بالمغرف ينتكلو بالمغرفه فوالا امينه نعم نروحوا للورشه نتاعنا يسر اروحوا معايا بين زوج اروحوا تفضلوا معايا جوزي من هيك امينه هاي تفضلي تفضلي دونك راح ديري كريات شوكولا كريات شوكولا ايه وش هي المكونات اللي تعتمد عليها عندنا كيلا بسكوي عندنا كيلا لوز كيلا مكسرات وش على حسب الذوق اكزاكتومون عندنا كيلا بسكوي شوكو وعندنا ليموهم بلا كريم او بور وعندنا زوج دو كويير شوكولا تارتيني بلس لا فيتين اوكي اها وهذوك هذاك وشنو هذاك هذوك لا ديكوراسيون نبداو على بركه الله
باذن الله. هذه كراميل ولا حليب محلى؟ كراميل. 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 تنتباع في العلب هذه؟ نعم. متواجده في الاسواق. اوكي. نبداو والمقادير مضبوطه، جبتي لنا الميزان معاك. اكزاكتومون. دونك عندنا نبداو نبريباريو لا كريم اوبور تاعنا. دونك عندنا طون تور طون. كيلا تاع كيلا تاع نيسلي مع كيلا تاع زبده. نطلعوهم تخي تخي. حليب مركز هذا كراميل. كراميل فوالا. لا لا كراميل. كراميل هذا ماشي حليب مركز. لا لا كراميل فوالا. كراميل. نطلعوهم مع الزبده بيان. حتى يولي اون موس. ومن بعد نليمو به الخليط هذوما. المكونات هذوما. شحال الكميات؟ كيلا 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 كيلا. اوكي. اها. نبدا وانت قلتي لي الشوكولا هذه كيفاش راح تزينيها؟ تعاونيها في كاش افكار في الديكوراسيون؟ في الديكوراسيون حنطلوهم بالشوكولا. هذا ما كان شوكولا ونديروا فيهم غير دي فلوغ. سيتو. بلوس هذوما. واش من الالوان اللي تمشي مع الشوكولا زعما لي فلوغ؟ واش من لون تختاريه؟ هما لي فلوغ جينيرالمون اللي مع الشوكولا نختاروا الالوان اللي لازم تكون متناقصه مع اللون تاع الشوكولا مع البني. اللي تمشي مع البني. الالوان المتناسقه كيما حنا في هذاك لو تام خيرنا البلون سان. خلينا نروح نجيب هذه نشوفوها مع بعض. نعم. شباب ترافقوني مخرجنا. الاسكيمو هذا. الالوان اللي انا نشوف فيهم. الالوان هنا عندنا ان روز كلير مع البلونسال فوالا. كل شيء يتاكل ولا الورود هذه برك للتزيين؟ الورود للتزيين هذا ما كان. علاش ديروا لنا ورود غير للتزيين؟ علاش ما ديروناش كل شيء يستهلك يؤكل؟ صح ولا لا؟ اها خليني نحي الورده اللي ما تتاكلش باش نذوق باش نذوق. ها هذه غير الزينه. بسم الله. اها اها عبر عبر. روعه روعه روعه. نفس البنه راح نلقاوها في هذه باذن الله. نفس المكونات في رينا. بيان سور بيان سور دونك الوغ لو كان زيد سقط لي ماكارون يعني ريجيم اللي كنت دايروها. انا ما نقولش كاع لا لا انا غير تعرض عليا نقول ايه. بسم الله. المارو تتربح. هذو الماكارون ميكياسيون. هذو برستيج. هذو برستيج انا اللي كليتهم باسكو الماكارون بيان سونتي. شوفوا لي ثاني العلبه اللي دارت فيها. شوفوا لي لومبالاج. بسم الله. هادو ثاني نحيوهم. هادو ثاني نحيوهم فوق لو ديكور. ما تاكلوش. بسم الله. ما ديريش عليا غير البدايه. البدايه البدايه البدايه. اتسنى عليك. درتي عليا. ما نكملوش. مكونات خير باش نكملو. قولي قولي. فوالا. عندنا كيلا تاع لافيتين. عندنا كيلا تاع بسكوي. كاين اون كراميل داخل. كراميل هذاك اللون داخل. كراميل بيغ ساني فوالا فوالا. كراميل. دونك خلطتي مكونات نصبوا كامل فيها سوائل فيها كل شيء صالح نصبوا بالمكونات الجافه ومن بعد ندخلوا فيها الكويير الشوكولا ولا اعطونا ملعقه شباب. شاف نديم نجي المطبخ ندي لك ملعقه. خليك نجيب لك دوك نجيب لك. معليش نتنقل نجيب لك. اذا تخلطي كل شيء مع بعض شوكولاته تتحط معاهم. اكزاكتومون. يعني سهله الوصفه. سهله كيما البنيون. اكزاكتومون. برك المقادير تختلف. يعني يجي بارد في بارد. هذه ما تطيبش كل شيء بارد في بارد. نجيب لك وحده اكبر. معليش معليش. تحب وحده اكثر؟ هذه بنيتك. نجيب لك وحده اكثر. قول لي قول لي. باين باللي ما تعرفش تدخل كوزين. ما نعرفش انا بعث لي قول لي. هذه راح تخلط بها هذا. قولوا لي برك. جيب لكم كاع. شوفوا لي هذا. شوف جاب لي مغرب. شوف لطفي انا كي ندخل الكوزينه في الدار يحوزوني يقولوا لي اخرج. فما نعرفش.
ها هادو ملاح ورقه كبيره ايه باش نخلطوا بها تري بيان هاي تفضل اسمح لنا نديم ادينا لك شويه موعنة وراي الشركه تاع الترتيب راحت ولا مازالها راحت باش تخمن صح اللي درتها لنا في المطبخ صح في هذه الحالات اللي نسحقوهم دونك نخلطوا كل شيء مع بعض ايه درنا دوم زوج ملاعق تاع شوكولا تختيني ايه وليموها بلا كريم اوبر اللي كنا درناها طون سيغ طون تاع النسلي الكراميل تاع الكراميل نسلي كراميل مع الزبده دون ذكر الماركه دون ذكر الماركه الكراميل كراميل فوالا اللي كنا طلعناهم يولوا لنا هكذا الموس اوكي نطلعوا بهم نجمعوا بهم الحشو تاعنا هادو يتاكلوا بلاتاي ولا بالقهوه ولا جينيرالمون بلاتاي بلاتاي باسكو شوكولا وصاروا حتى في الاعراس ينوعوا يعني ماشي كيما زمان كانوا برك زعما المقروط يتحط مع السر يتحط مع الحلويات طوروا بالبزاف طوروا بالبزاف الحلويات اسهل منها طريقه ما كانش صح؟ سهله اكزاكتومون سهلة وما تطيبش هذه في الفرن ما تطيبش اه يجوك ضيافة على غفلة يعني في خمس دقائق تحضروا لهم حلوة يديروا يديروا دي صابلي ولا كاين اللي البقايا يتكسروا يبقاو دونك هذوك يحتفظوا بهم ويوظفوهم في هذا الحلوى برافو برافو منين المصادر اللي تجيبيهم امينه انت باش تنوعي في الوصفات مش عيب انه الواحد يتعرف على وصفات شيفان واحد اخرين من جنسيات مختلفه صح؟ بيان سور بيان سور بيان سور جيبي فكره من فكره من و... انا قريت وكثرت هذا الدومين هذا نحبه بزاف وقالوا لي راكي تقري صح؟ وي نقري عندي ايكول اه ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك نقري ندير لي زاتوليي دوكا مش كل رمي مش فقط السيدات الماكينات في البيت اللي يحبوا الطبخ بزاف اللي حتى العاملات حتى الشابات الفتيات ندير لهم ويكاند هذوك ندير لهم جمعه والسبت للماكينات في البيت نسى برك ولا يجيو رجال كاين رجال يجيو يقراوا صناعه الحلويات نو غير للنساء فقط النساء فقط هي تخدم غير للنساء هي تخدم غير للنساء لكن هاي دير مملحات تخدم حلويات تقليديه لي كاتو اوريونتو تخدمهم هي دير لي بياس مونتي تعلم ثاني البنات عندها حتى ورشه تاع تاع الاطفال ما شاء الله مليح هذه مليحه للاطفال هذه مليحه فوالا هذه مليحه للاطفال هذه نديرها بزاف للدراري ندير ورشات بزاف دونك خلطتي في لي فاكونس في لي فاكونس دونك لا كريم او بوغ لا كريم او بوغ انا نطم بيها هذه لا كريم او بوغ قالت لك كريمه الزبده كريمه الزبده هذه خدمناها من قبل دير لها كيلة تاع كراميل مع كيلة تاع زبدة اوكي بالميزان تطلع بيان تطلع في النار لا 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 تخلطيها بالميكسور تخلطيها باتور ولا بيتخان ولا واش يتوفر عندهم فوالا طلعيها بالباتور اكزاكتومون نعجنوها مليح وقتاش نبداو نشكلوها كوريات مازال سي بون ما تخليهاش ترتاح ولا فريجيدار ثلاجة والو سي بون كيما راهي هكذا تكوري كور ما نكملهاش ما نكملهاش صلاح ما نكملش المثل اللي ما فين نقولوا كور لا لا ما نقولهاش لا دوكا نوزلو قول انت دوكا نوزلو كور واطي بون عندنا 35 غرام نوزنوها 35 غرام بالحبه يعني باش يجيو شغل بنيون كيما البنيون كيما البنيون فوالا شكلينا وحدهم بعد نكملوا الاخرين يكملوا المشاهدين وحدهم تيك فينا الوقت ديري لنا واش راح ديري لها شوكولا كيفاش راح تزينوها زينوها لو تان توجور تاع بلي فلور اي وهذوك وشنو هذيك بون هذا ناكري من الفوق ناكري يعني نديروا لها الشوكولا بعد كي تنشف لنا نديروا لها ناكري وتزين تاع لي فلور مازال ما عندناش بزاف الوقت عاونيها شويه ديري يدك في الـ في الـ مسخي شويه يدك ها غير تفرج عليها هذه لازم نزيدوا نذوبوها عندنا شوكولا نذوبوها هذه هي ولا تذوبوا شوكولا واحده اخرى لا لا هذه نذوبوها دونك نقدر نروح نزيد نذوبوها هذه نزيدوا نذوبوها لازم تولي سائله بزاف لازم تولي سائله بزاف اوكي هذه وين راح نذوبوها المطبخ راه داي وشاف نديم
الفرن راه يطيب فيه، السابق مازالو. خلونا الاختين رانيا وامينه وشكلت لنا حبه تاع كريه الشوكولا كما نشوفوا. برافو عليك. الله يسلمك. امينه نروحوا ليك رانيا. جبتوا لي المارطو اللي ندقش به الوسمه ولا لا؟ لا اه سيربرايز بيان سور. تفضلي ورا المارطو. اكيد تقولي بيان سور المارطو ما جاش. ورا المارطو. جيبوا لي المارطو. اقعدي اقعدي انا نجيب انا نجيب. ها ها. اقعدي امينه انا ندبر راسي. هذا كاع مارطو. انا ندبرها لك المارطو. سسبانس الشارم كاع راه في هذه. ايه واش حيصرى دوكا؟ هذه دوك سيربريز راح تخرج من هذا الكوريا. اه صح. انا غايضتني نكسرها. هيا. سمحي لي. كيما راهي هكذا هكذا ندقشها. نضرب فور ولا غير بالعقل؟ لا لا غير بالعقل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. العقل على الديكور. وي. واحدة ولا زوج ضربات؟ زيد ضرب. زيد 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 تتكسر. اها لا لا زيد 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 تخي بيان تخي بيان. واو 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 توجور الداخل. وهذيك من واش مخدومة؟ روعة. هذيك الطبقة هذيك من الفوق من واش مخدومة؟ حبي هذه شوكولاته. هذه شوكولاته. شوكولاته بيضاء. اكزاكتومون سي دي شوكولا. شوكولا بيضاء. دوكا نشوف المغرفه اللي جابها. نشوف صالح فهمت انا جبتها لك من قبل. فينالمون كاينه سوبريز واحده اخرى. يقعد تما جاي يقعد ما تبينيش. لانه برا ما تاعي خلاص كمل 12. ما تقوليليش المغرب كاع وسختيهم بالشوكولا. يلا معليش تفضلي امينه تفضلي 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 امينه. اه درنا فوضى اليوم. درنا فوضى. دونك وشنو هذه تاني؟ هاي ليك لا سيربريز. اه اوكي. جيبوا لي كاميرا روحوا روحوا لي روحوا لي. هاي عندكم الكاميرا. هاي تبانه. وي وي. اسكو راهي تبان؟ راهي تبان. اسكو راهي تبان؟ راهي تبان. كاين كتيبه شباب هاي. فوالا. شكرا لكل طاقم الشروق تي في. طاقم صباح الشروق في قناه الشروق. نتوما اللي يعطيكم الصحة. الله يسلمك. نورتونا وحبينا بزاف مروركم معنا. رفد هاد الكاميرا لطفي حتى نشوفوها معاك. بيان سيغ. أنا خايف هاد تسيح برك ما تسيحش. نو نو. لطفي؟ والديكور اللي حضرته لنا اللي حضرته لنا رانيا هذا هو. بارابور الديكور بون الديكور توجور لازم يتبع لو تام تاع لي كاتو سا ديبون كيفاش رايح يكون. اوكي. كما الاخت امينه شاف امينه خدمت لو تام تاع بلونسال بالغوز كلير انا جي ايسيي باش ندخل ان سيرفيس بالغوز كلير مع على حساب على حساب اكزاكتومون هذا يزيد يمد لا فالور بلوس. برافو وانتم مديتوا لا فالور بلوس ببرنامج صباح الشروق يعطيكم الصحة. حبينا بزاف مروركم معنا في برنامجنا. صلاح لطفي سبقتك للمطبخ عند الشيف نديم. صحتك طاجين هاوليك او حاضر تفضل نديم. نعم اليوم درنا الاطباق تاعنا بالسرق اللي درنا هنايا الشطحه تاع السرق اللي درناها بالبطاطا على الطريقه التقليديه اللي درناها اليوم في الطاجين. درنا ارولي كذلك تاع السرق اللي لداخل درنا الحشو. كل ما يجي لطفي كل ما يجي لطفي الحشو الداخلي درناه بالبطاطا. تشوفوا شويه بسم الله. انتيس كيك عاود لي عاود لي درنا الشطحه تاع السرق لطفي. ودنا رولي تاع السرق كيفاش جات مجمره اسمح لي. نعم طاجين يزيد الشان. يزيد الشان صح. وهادو عندنا رولي تاع كذلك محشي. ذقت هذا ذقتها روعه. اه وعندنا انتيس كيك اللي درناه كذلك درناه بالبرتقال. هنا لازم هما يقعد اربع سوايع في الثلاجه باش يشد روحهم له. برافو برافو برافو. انا الحلاوه اللي تاع الحلوه تاع امينه مازالها في فمي. يعطيكم الصحه. شكرا لكم. يعطيكم الصحة مشاهدينا. شكرا صلاح. شكرا لطفي. شكرا الشيف نديم. نلتقي غدا بعد الاستشارات والأسئلة المباشرة.